السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. ما في شك أن في يعني حزن كبير بيخيم على الشارع المصري بعد مباراة يعني نتيجة 2-1 لمنتخب السعودية أمام منتخب مصر في آخر مباراة في كأس العالم في دور المجموعات. للأسف فشلنا أن احنا ناخد يعني حتى نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، ثلاث هزايم. مفيش حاجة إيجابية يعني تمت في خلال مشوارنا في كأس العالم. وصلنا بعد 28 سنة، كان عندنا أمل كبير إن احنا نأدي يعني أداء مشرف، مش هنقول إن احنا ممكن نصعد لدور 16، بس على الأقل نأدي أداء مشرف. مباراة أورجواي خسرناها، كل طلع اتكلم وقال إن منتخب مصر أدى أداء كويس، بالعكس منتخب مصر أدى أداء دفاعي كويس، ما كانش ليه أي شكل هجومي. مباراة روسيا زي ما احنا شفنا الضغط اللي كان موجود على اللاعبين، ضغط كبير جدا، اللعيبة كانت عندها يعني نقص في اللياقه البدنيه بشكل كلنا لاحظناه. دخل مرمانا 3 اهداف. مباراه السعوديه قلنا نحقق اول فوز لمنتخب مصر في بطولات كاس العالم، خسرنا في الدقيقه 95، تقدمنا 1-0، اهدرنا اكثر من هدف، ما عرفناش نحافظ على الهدف، دخل فينا ركله جزاء، قلنا خلاص نخرج بنقطه مش مشكله. لكن في الدقيقه 95 يعني قله خبره، اجهاد، عدم تركيز، اخطاء متكرره، مفيش لا شكل ولا اسلوب ولا طريقه ولا رؤيه ولا اي حاجه. يعني كلام كتير جدا الواحد مش عارف بصراحه يتكلم فيه يقول ايه، لكن يعني حاله الاحباط اللي الواحد لمسها في الناس النهارده يعني حزن. يعني كل الناس حزينه، اللي ليهم في الكوره واللي ما لهمش في الكوره، الناس اللي بتتابع يعني منتخب مصر للاسف حزنت اكتر بعد مباراه المغرب واسبانيا. المغرب يا جماعه خسرانه ماتشين وبتلعب اسبانيا بطلة العالم وبطلة اوروبا، و2-1، واسبانيا هي اللي بتجري عشان تتعادل مع منتخب المغرب. منتخب المغرب ادى يعني هي دي الكرة العربية المشرفة، منتخب المغرب بمدير فني محترم، بلعيبة على اعلى مستوى، بيعرف يقدم كرة طريق فعلا بالكرة العربية. تعالوا نشوف ازاي الناس بتشيد بمنتخب المغربي، منتخب ايران بيتعادل مع المنتخب البرتغالي. ممكن تكون منتخب خبرتك قليلة في المونديال، لكن انك تخرج باداء مشرف حاجة، وان انت تخرج بالمنظر السيء ده حاجة تانية خالص. طيب كده معايا كلام كتير هنتكلم فيه، يعني معايا نجم مصر والنادي الاهلي، واللي هيتكلم معايا باستفاضة في رؤيته الفنيه ورايه في اللي حصل في مباراه اليوم وبشكل عام في كاس العالم ومشوار مصر، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن مصر والنادي الاهلي. كابتن شريف مرحب بحضرتك. كابتن عمر ازيك حبيبي، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني في البدايه بنعزي طبعا وننعي الكابتن عبد الرحيم محمد كابتن مصر ونادي طبعاً. الزمالك توفى اثناء مباراه مصر والسعوديه، او انفعل بعد هدف السعودية اللي دخل مرمى مصر، وبالتالي يعني توفاه الله، فربنا يرحمه يا رب ويرزق أهله الصبر والسلوان. كابتن عبد الرحيم محمد واحد من نجوم كرة القدم المحترمين خلقا ولعبا، راجل سيرته كانت طيبة ما فيش شك، واحد من المدربين المحترمين اللي عندهم تاريخ كبير جدا سواء كان لاعب كرة قدم أو مدير فني، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. يعني واحد توفى بسبب يعني حبه لمصر وغيرته الشديدة على منتخب بلاده اللي دخل فيه هدف في الدقيقة 95، لكن يعني بصراحة كل الشعب زي ما احنا قلنا كابتن شريف، كل الناس زعلانة وفي حالة حزن كبيرة جدا. شفنا حتى الأجواء في روسيا، الناس يا كابتن يعني ناس مستاء، ناس مستغربة، الناس اللي دفعت فلوس عشان تسافر ورا منتخب مصر كابتن شريف، يعني هل هو ده يبقى جازتها ان هي تساند منتخب مصر وان هي تبقى موجودة في 3 مباريات ويروحوا من هنا لهنا لهنا وفي الآخر منتخب مصر كابتن شريف يفشل في إحراز نقطة واحدة؟ يا كابتن قبل ما ابتدي كلامي طبعا انا بعزي أسرة الكابتن عبد الرحيم محمد، بعزي نفسنا احنا كلنا كرياضيين، ألف رحمة ونور يا رب العالمين إن شاء الله، وثبته عن السؤال بشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. خسارة كبيرة جدا علينا كابتن عبد الرحيم محمد. هو يوم شكله مش لطيف، يعني يوم زي ما أنت كنت صدرت وقلت، يوم فيه إرهاق في شكل مش طبيعي بالنسبة لمنتخب مصر، حتى لو هنقارن بالشكل اللي كان قدام أورجواي أو قدام روسيا. احنا كان عندنا فرصه كبيره قوي ان احنا نكسب روسيا في اول هاف تايم في مباراه روسيا، عندنا فرصه كبيره جدا لو كان معانا محمد صلاح مفيش اصابه او اي حاجه نهايه نتيجه ايجابيه قدام اورجواي، انما التاريخ
والتصفيات والرؤية واختيار اللاعبين والمجموعة اللي مثلت مصر في كأس العالم، وأسئلة كتير قوي وغيابات كتير قوي ولعيبة محلية لا تستطيع أن تكون على المستوى الدولي حقيقة أنها تمثل منتخب مصر، ولعيبة تستطيع كانت أنها تمثل منتخب مصر وكانوا من أحسن الناس الموجودين على الموسم اللي فات، أسد حسين الشحات، وليد سليمان، عمرو السولية. جيد جدا عمرو السولية. يعني أنا الشكل اللي استوقفني شكل اللعيبة اللي هي بقت الأنظار كلها على لعيبي نادي الزمالك اللي هم كانوا متأخرين جدا في الدوري وبشكل غير مقنع كانوا في المسابقة. أشوف إن الونش بيتاخد، شيكابالا حتى اتاخد وما اشتركش، ناس بقت مش عايز اقول حكايه اسامه نبيه انه موجود يعني هو المدرب العام، انما في شكل غريب جدا ان انا النهارده بتفرج على لعيبه لا لعبت ولا دخلت في الصوره، وكل اللي عملوه ان هم خدوا فكره عنهم كده في المباريات الوديه اللي احنا كنا بنعملها، اللي انا كنت ظالم الناس كلها بتتكلم على فرقه منتخب مصر وانا بدافع لانه كانت الماتشات كلها في رمضان، انا كنت بدافع عن اللعيبه بقول ان هي حاله رمضانيه حاله صياميه، لعيب مش قادر يدي كل اللي عنده، اللعيب مش شارب ميه كويس، مش واكل كويس، مش شيء، التفكير طبعا لازم يبقى واقف، انما بعد المنظر اللي انا شفته النهارده مفيش لعيب بيخش على لعيب في مباراه السعوديه، بيسيبه يستلم براحته قوي، ومش عايز يروح له، ومش عايز يحاول، عايز فرقه السعوديه اللي تغلط ويعمل الكونتر اتاك السريع بتاع محمد صلاح اللي هو ترجم عنه الهدف الاولاني، وكان عندك فرصه انك تكسب 3-4 في اول هاف تايم. انا كابتن تسرع غريب من لعيبه محترفه، انا مش هقول دي لعيبه محليه بقى. لا طبعا لا يعني طبعا يعني تريزيجيه لعيب محترف 3-4 كور زي دي المفروض يكون فيه اداء وبيلعب قدام السعوديه، يعني لا خايف لا بيلعب قدام برازيل ولا المانيا ولا من الفرق اللي هو حتى لعيبه روسيا. ده بالعكس كابتن قدام اورجواي كان بيأدي اداء احسن من كده. انت المفروض تبقى نازل مستريح نفسيا انك بتلعب مع فرقه عربيه زيك وكان في روح حلوه بينه وبين بعض معاهم في الملعب، انما انت ما ينفعش ان اللعيبه بتاعت السعوديه تسيطر عليك بهذا الشكل ولا وتستهين بيك. يعني كنت شايف ان في النهارده عدم مبالاه بالنسبه لفرقه مصر، زي ما يكون هم حاسين بفرقه مصر دي مرهقه مش قادره تقف على حيلها وكلام، وفعلا انا شفت كام لعيب النهارده لا يستحق انه يكون موجود في بؤره الضوء. ومن ايام ماتش هفكرك من ايام ماتش غانا هنا في مصر احنا ما استلمناش الكره 3-4 مرات وجبنا جولين. كابتن شايف احنا بهذا الشكل جينا ماتش كونغو بنكسب بضربه جزاء كده بالصدفه في اخر ثانيه، وكنا ممكن نتغلب من الكونغو هنا في مصر، اتغلبنا من اوغندا اللي هي فرقه يعني من الفرق اللي مالهاش اي لازمه، لولا ان انت كسبت كونغو في كونغو قبل الاحترافين بتاعهم ما يجوا ويلعبوا معاهم انت ما كانش ليك وجود اي خالص في التصفيات دي، لولا الجون اللي انت جبته في اخر ثانيه بتاع البينالتي بتاع تريزيجيه وجابه محمد صلاح لولا وجود محمد صلاح في الفرقه كمان مش عندك اي شكل ولا انياب هجوميه ولا اي شكل. ففي حاجه كتير قوي الناس كلها عارفاها على فكره، مش انا بس ولا انت ولا الشارع المصري كله عارف الكلام ده. التعنت بقى في اختيار اللاعبين او ال 23 لاعب اللي هم اختيروا دول، هل هم اللي وصلوك عشان كده انت خدت المخاطره ولعبت باسم مصر وباسم ما استغلتش الفرصه، يعني انت ما استغلتش وجودك في كاس العالم، كان عندك حاجه شكل كبير قوي ودعم كبير قوي، يعني رئيس الشان نفسه مبسوط ان الفرقه دي موجوده ومبسوط بصلاح وفي دعم روسي حتى ليك انت هناك في موجود، فهي دي امكانيات اللعيبه بتاعتك. هو ده طب يا كابتن شكل اللاعب المصري الذي لا يعني مش قادر يطور نفسه في الشكل العالمي اللي هو يقدر يلعب بيه بطولات دوليه او نجيب نتائج بقى ونحط مرتبه. اخر كلمه هقولها لك، انا كنت اتمنى ان المنتخب بتاع حسن شحات اللي هو كان يملك بقى طبعا جيل الذهبي للكره المصريه زيدان ومتعب وتريكا وابو تريكا ومحمد شوقي وعمرو زكي وميدو وبركات ووائل جمعه وناس كتير جدا كان عندهم جداً روح اللعبه، كان عندهم حرفيه اللعبه، كان عندهم الادوات اللي تقدر تنقلهم من ملعب لملعب، انما دول اللعيبه اللي موجودين دول رد فعل. طيب يا كابتن شريف معلش، حضرتك قلت هي دي لاعب هو هي دي امكانيات اللاعب المصري، طب هل دي امكانيات اللاعب المصري ولا احنا كمصريين مع الامكانيات اللي موجوده من لاعبي منتخب مصر شايفين ان مستر هيكتور كوبر قليل على منتخب مصر، ان احنا ممكن يبقى عندنا مدير فني يستغل اللاعبين استغلال احسن من كده، وفي نفس الوقت يا كابتن يكون عنده تطوير في فكره، احنا شفنا مفيش تطوير، المدير الفني يا كابتن شريف بيبقى عنده أكتر من سيناريو في المباراة، وأنت متعادل، وأنت في الشوط الأول، وأنت داخل فيك هدف، وأنت كسبان بهدف، ما بنشوفش يا كابتن أي تغيرات في تكتيك مستر هيكتور كوبر. عمر الاتنين ما ساعدوش بعض.
مين الاكثر لعيبه ما ساعدتش المدرب؟ مين المدرب مش عارف يساعد نفسه مع اللعيبه. انا شفت مستر كوبر في كاس العالم بيقول للعيبه تبتدي من قدام، يعني تبتدي لو تشوف هم هجموا على اورجواي وهجموا على روسيا وهجموا كوبر، خلاص كوبر غير من طريقه ان هو يلعب، اللعيبه هي اللي بتعمل الاسلوب اللي انت شايفه ده. وحركه اللعيب واحد زي النني ده ما مش حاسس ان اللعيب اللي جنبه عنده الامكانيات اللي هو بيلعب بيها محترف بره. محمد صلاح بيلعب جنب فيرمينيو وبيلعب جنب ماني وبيلعب كان معاه جوتينيو قبل كده، دي ناس بتوصل اي حد للجون وبتثمر الهجمات بتاعته. انما انت النهارده بتدور على لاعب، انت لو تتفرج النهارده على منظر الملعب بتاعنا اللعيبه بعيد عن بعض قوي. اللعيب عشان يدي الكرة لازم تلاقيه واقف على الخط والتاني واقف على الخط ويعملوا الكونتر اتاك ويباصوا وصلاح عايز يلعب كرة مع حد او عايز نفس مقفولة حتى الترجمة والكارج الشجاعة ان انا اقدر. انا ما شفتش لعيب مصري يا اخي عدى من واحد وضرب خط وراح الناحية التانية، ومفيش غير تريزيجيه اللي بيحاول على طول يعمل الحتة بتاعته دي ويروح. ما عندناش اللعيبة دي، مفيش غير محمد صلاح، بيت الفرقة مفيش. لدرجة ان ما احسنهم احمد فتحي عيني غير موفق تماما حتى في كاس العالم. نعم النهارده بقت عنده ظروف وعنده حاله عصبيه ركبته من ان الفرقه شكلها كده، فده بيعود بالتالي على كل الفرقه، هيعود على حجازي، هيعود على علي جبر راجل بيوقف الكوره بصدره بيحطها من تحتيه كده على شيوخ. طب انا يعني بيخش يجيب جول، يعني شكل لعيبه زي ما تكون ايه مش مبسوطه، لعيبه ما عندهاش نفس تلعب. طب ايه السبب يا كابتن شريف؟ يعني راجل بيلعب في كاس عالم، يعني مثلا حضرتك قلت عندنا خط الدفاع، عندنا علي جبر وعندنا احمد حجازي، احمد حجازي بيلعب في الدوري الانجليزي وراجل لاعب كل المباريات من اكتر اللعيبه اللي لعبت في الدوري الانجليزي ماتشات 90 دقيقه. علي جبر مش بيشارك وفي نفس الوقت مستر اكتر كوبر بيثق فيك وبيدي لك ثقه كبيره جدا ان انت تكون موجود بعد غياب 6 شهور عن الملاعب. هل ده يا كابتن شريف مش دفعه معنويه كفايه ان علي جبر يحاول ان هو يستغل الفرصه ويحاول ان هو يطلع اداء ويحاول ان هو يعني يتعلم من الاخطاء اللي وقع فيها قبل كده، ولا هو حضرتك هي لا مبالاه وان هو كده كده موجود وضامن ان هو يبقى موجود في مركز المساك ان هو لعب او ما لعبش؟ اديك قلت انت ضامن ان هو يبقى موجود. ما انا عايز اعرف من حضرتك. ما كلمه ضامن ان هي موجود هو ده اللي عندي، يعني هو ده انت واخدني وهلعب على اساس انا رحت انجلترا ما لعبش 5 دقائق وما لعبش. انت واخدني خلاص وهلعب وانا عارف ان انا هلعب. هو ده اللي قديم امكانياته كده، وامكانياته كده من ايام مصر على فكره. انت شفته في اخر 4-5 ماتشات في مصر عمل ايه؟ كوارث. فهو الراجل كده كان قبل كده كويس قوي، كان احسن من كده. ما اعرفش ايه اللي حصل، ما اعرفش ايه عدم اللعبه كانت تمشي، عوامل التعريه اللي حصلت عليه بالشكل. او هقول لك على حاجه، الضغط الكتير بيولد الخطا. يعني انت النهارده لما بقول لك اضغط على فرقه بتخليهم يغلطوا، بتاخد الكوره بتروح. طبعا هم كمان الضغط على الديفنس بتاعك بيعمل عمليه اخطاء كتير جدا. يعني هو خلاص ما بقاش عنده ثقه في الوقفه، ما بقاش عنده ثقه، مش عارف هيدي لمين. وبعدين ما فيش، هو مين اللي بيلعب قدام علي جبر وطارق حامد؟ طارق حامد ده ما يعني بصراحه مع احترامي يعني لعيب ما فيش اي حاجه، ما فيش اي انتاج غير ان انت بتقول له اقف هنا وتجي لك الكوره طفش، اقف هنا وتجي لك الكوره افسد هنا واعمل. ما عندوش اي امكانيه حتى انه يطلع الروح بتاعته مش عايز ده يطلع بره الحته دي. النني بياخد الكوره بقى من اكتر الناس اللي عامله ميز باص. ما فيش اللعيبه حواليها، هات لي بقيه الفرقه الاسلوب اللي انت بتلعب بيه ده. انت يا اخي على الاسلوب اللي انت عندك واللعيبه اللي عندك دي العب 4-4-2. ده انت برضو لسه بتلعب بطريقه 4-2-3-1. ازاي الشكل ده اللي انت بتعمله؟ حتى صلاح متاخر عن مروان. يعني مروان كمان نفس الشكل، ممكن لعيب ياخد الحميه، خدت بالك من بعد ما بينزل تاني تايم او حاجه زي كده، ريحه مره ونزله يعمل ريفنج، يعمل اي حاجه. نزل شيكابالا، شيكابالا عنده كره كويسه جدا، او يعني ما جاتش على شيكابالا بقى، يعني احسنهم. ايوه بغض النظر احسنهم فوتبولر قاعد بره على الخط بالظبط، ما بيعملش احسنهم فوتبولر يوم اورجواي محمد صلاح قاعد على الخط وانا مش فاهم يلعب ولا ما يلعبش، دي في ظرف يومين ثلاثه خف. يعني دي برضو أسئلة إحنا بنكلم بعض بيها. كل المنظومة وكل الحكاية وكل الترتيب بتاع لعبك قدام أورجواي الأول وبعدين روسيا وبعدين السعودية صعب قوي عليك، مع إن دي إحنا قلنا أسهل مجموعة ممكن تقابلك. إنما أنت ما عندكش الإمكانيات ولا الحمية زي تونس وزي شوف تونس غلبت 5-2، عندهم كوره يا اخي بينقلوا كوره. المغرب يا كابتن، المغرب كانت كسبانه دلوقتي لغايه اخر لحظه، اخر وقت امام اسبانيا بطلت العالم. يعني
كل الناس بتلعب كوره، كل الناس جايه تلعب كوره، جايه تدي اللي عندها، انت ما عندكش الحقيقه، انت امكانياتك ما عندكش. مش مستر كوبر بقى، مستر كوبر لو معاه فرقه زي المغرب ولا اي حاجه هتتفرج على كوره هايله. اللعيبه هي بتعمل مدربين على فكره، انما هو تعنته ان هو الناس اللي حواليه، لا مش هناخد وليد سليمان، لا مش هناخد سولية، لا 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 سولية وليد سليمان دول فرقه لوحدهم، حسام غالي نعمل مشكله ونمسك على المشكله ونقول لا ما خلاص. كل الحاجات دي بلورت اللي هو طلع النهارده، يعني كل المشاكل اللي حصلت له، وربنا عايزنا بعد 28 سنه ان احنا نروح كاس العالم، ما فيش اكتر من كده. احنا ما رحناش في التصفيات للجون خمس ست مرات، الجون اللي كنا بنجيبهم جون، اللي بنروح بينا بنجيبها جون، غير كده ما شفناش اي شكل هجومي قوي. انت جاي تطالب النهارده شكل مش موجود عندك اصلا، يعني فقد الشيء لا يعطيه. لا تملك، اللي انا عايز اقوله ان فرقتك انت ما تحزنش عليها، وكل الناس فاهمه وعارفه كده، انت لا تملك، لا تملك السوبر رانر في الملعب، اللعيب اللي هو السوبر اللي هو يقدر ينقل معاك كوره زي زيدان ومتعب كده مع بعض، الدويتو اللي كانوا بيهتوا اي حد في افريقيا بالقوه دي. وعمرو زكي انت قلت طبعاً بالسرعه والاداء طبعاً، ابو تريكا بالجمال والاداء، ومحمد شوقي بالتيمبو والايقاع. كل ما هقول لك لعيب هتلاقي انك انت عايز تتكلم فيه ده بركات، كل ما هقول لك اللي بيلعب جوكر مع فتحي يمين وشمال بيلعب باك شويه، كنت بتبقى قاعد حاسس انك فعلا لاخر ثانيه ممكن تجيب جول وممكن تكسب. البرازيل بتكسبك ثلاثه، بتتعادل معاها ثلاثه وممكن تكسبهم. كسبنا ايطاليا 1-0، يعني كسبنا ايطاليا بطلة العالم، ايام كانت بطلة العالم 1-0. انت عندك شكل للعيبه ده مش موجود، الكالتشر بتاع اللعيبه اللي هي كانت موجوده قبل كده وعملت لك الثلاث بطولات 6 و8 و10 في افريقيا، النوعيه دي بقت شحيحه. الناس بتقول لك ازاي احنا 90 مليون و110 مليون مش عارفين نطلع 11 لعيب او 20 لعيب. طيب هو يعني ده السؤال بقى اللي احنا نبتدي من عنده لاي بطوله جايه او اي شيء هيحصل في الرياضه في مصر. طيب كابتن شريف اكمل مع حضرتك، لكن سريعا نستعرض مع حضراتكم نتائج اليوم في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. دي المجموعة الأولى، منتخب أورجواي بيفوز على صاحب الأرض والجمهور 3-0، وهنا هنتكلم مع كابتن شريف أيضا على منتخب روسيا اللي يعني اللي كسبنا بثلاث أهداف مقابل هدف بيخسر أمام أورجواي 3-0، فبرضو علامات استفهام كتيرة جدا حوالين عدم استغلال فرصة كبيرة ده احنا نكون موجودين بشكل أفضل من كده في بطولة كأس العالم. أيضا السعودية بتفوز على مصر 2-1 للأسف، وبكل حسرة يعني منتخب مصر بيخرج من كأس العالم بدون أي نقاط. دي طبعا ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء المباريات الثلاثة لكل فريق. منتخب أورجواي في المركز الأول عنده 9 نقاط، يليه منتخب روسيا 6 نقاط، يليه منتخب السعودية في المركز الثالث ب3 نقاط، أما منتخب مصر في المركز الرابع 0 من النقاط. منتخب أورجواي وروسيا هيلاقي الأول والثاني في المجموعة التانية اللي هنعرضها أمام حضراتكم دلوقتي، النتائج الأول ثم ترتيب المجموعات. المجموعة التانية منتخب إيران بيتعادل مع منتخب البرتغال، وأداء وتمثيل مشرف للمنتخب الإيراني. منتخب أسبانيا أيضا بيتعادل مع المغرب 2-2 في آخر وقت من المباراة، وبالتالي منتخب أسبانيا صاحب مركز أول بيتساوى مع البرتغال في عدد النقاط، لكن الأهداف في صالح منتخب أسبانيا، وبالتالي منتخب أسبانيا هيلاقي منتخب روسيا تاني المجموعة الأولى، والمنتخب البرتغالي تاني المجموعة الثانية هيلاقي أول المجموعة الأولى هو المنتخب الأورجواني، وإيران في المركز الثالث ب4 نقاط، ومنتخب المغرب في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط. منتخب المغرب لا يستحق التواجد في هذه المجموعة ولا حتى في هذا المركز. منتخب المغرب أدى أداء مشرف، شرف الكرة العربية، عندي مدير فني على أعلى مستوى، عرف ينقي خامة محترمه من لاعبي منتخب المغرب، عرف يعمل توليف، عرف يعمل شكل هنتكلم عليه ايضا مع الكابتن شريف. لكن كابتن شريف خليني يعني طيب نروح لمباراه بكره قبل ما ارجع لحضرتك. لقاءات بكره عندنا المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه، الدنمارك هتلاعب فرنسا في مباراه قويه جدا، الدنمارك لازم تحقق نتيجه ايجابيه علشان تبقى موجوده في دور 16. ايضا استراليا امام بيرو، ايضا استراليا عندها نقطه لو فرنسا قدرت تفوز على المنتخب الدنماركي. منتخب بيرو اكيد منتخب يعني خلاص ما عندوش امل في التواجد، لكن المجموعه الرابعه ويعني مباراه ناريه، مباراه نيجيريا والارجنتين، اللي يكسب
هيبقى موجود في دور ال 16. مباراه قويه جدا جدا جدا. وايسلندا كرواتيا اكيد طبعا ايسلندا يعني من الفرق القويه جدا واللي عندها فرص، لكن فرصه نيجيريا الارجنتين في حال الفوز هتبقى اكبر من منتخب ايسلندا. ومنتخب كرواتيا الحصان الاسود للبطوله، واللي كابتن شريف بيرشحه انه ممكن يحصل على بطوله كاس العالم. كابتن شريف، هل حضرتك شايف ان بعد غياب 28 سنه تواجد منتخب مصر في بطوله كاس العالم روسيا 2018 في مجموعه مش قويه، مجموعه عاديه واداء مخيب، هل حضرتك شايف ان احنا ما كناش نوصل احسن بدل من ان احنا مش مستعدين او ما عندناش فكره او ما عندناش حاجه نقدمها في كاس العالم؟ بدل يعني حضرتك عارف الشعب المصري شعب عاطفي جدا، الناس كلها متاثره، يعني عمر ما في حاجه كابتن بتحزن الجمهور او بتفرحه غير لعب كره القدم. فهل حضرتك شايف ان احنا ما نوصلش احسن وما نؤديش الاداء ده افضل، ولا نوصل كاس العالم يبقى اسمنا موجودين بس نطلع بالمنظر السيء اللي حضرتك شفته ده؟ لا نوصل. ما تعرفش، كلها وقته ليه ادان وكل وقت ليه ظروفه ولاعبته. اللي حصل ان انت بس في اختيارك للاعبين واختيارك غير موفق، يعني المجموعه تماما يعني غير موفق تماما. يا كابتن عمر تبقى رايح تلعب بطوله كاس عالم وما عندكش غير بلاي ميكر واحد وراس حربه واحد هو في حاجه كده؟ ولا اي حد بيتكلم ولا حد ليه رايه. بعدين نبقى بنمسك في مهاترات اخرى، اصل مش عارف فلان اللعيب عمل ايه وفلان لعيب عمل ايه ولعيب عمل ايه، هو في حاجه كده؟ مفيش كلام فاضي ده. فهي الحكايه يلا زي ما الناس قالت ماشي في نور الله، يعني زي ما انت وصلت بالشكل ده تكمل باذن الله. انك وصلت فاينل افريقيا لو انت ناسي، طب هذا المستوى بهذه اللعيبه وصلت النهارده كنت هتكسب لو صح. لو عندك شيء من الجلد شويه في ماتش الكاميرون وجبت جون على الجون اللي انت الكاميرون بيقول لك اكسبني اكسبني اكسبني، انت لا تملك اللعيب اللي يكسبك. انت مش معقول الراجل محمد صلاح ده يعني هو السوبرمان الوحيد في الفرقه، وده كمان في عز عظمه عبد الله السعيد اللي قلب الدنيا كلها في المركز ده. بس خلاص هو الراجل خلص مش قادر، ودي كانت نظره النادي الاهلي، قال لك انا هجدد لحد بقى هيرجع من كاس العالم مش هلاقيه. فكان في ظروف برضو حكايه عبد الله السعيدي، الناس عندها فيجن ورؤيه بتاعتنا ان فعلا اللعيب ده هيرجع من كاس العالم يا دوبك بقى على القد على الشويه اللي هنا دول الحتتين المحليين اللي انت بتتكلم عنهم. انما غير كده الناس كان عندها ظهر رؤيه ثاقبه جدا في حكايه عبد الله السعيد وفي اي حد تاني يجي يتكلم بعد اللي احنا شفناه دول. انتوا على قدكم قوي، انتوا هو ده للاسف يا كابتن، كان هو ده مستواكم، وهو ده عندكم اي حاجه تانية، عندكم الرطوبه هناك، عندكم البرد هناك، عندكم الحر هناك، عندكم انتوا بتلعبوا في افريقيا وبتلعبوا ايه فرقه السنغال الجميله دي اللي بتلعب كوره، تعمل في صمت تلعب كوره، بتلعبوا كوره، نيجيريا بتلعب كوره، المغرب انت اتكلمت عنها دلوقتي بتلعب كوره، اي فرقه لعبت كوره عندهم الامكانيات، عشان كده بيتجننوا لما انت بتكسبهم. ازاي كسبونا؟ ازاي احنا بنكسب الفرقه دي؟ فاللي احنا عايزينه وقفه ثبات شويه ونظره رياضيه بحته، لان الناس اللي هي ماسكه اتحاد الكوره مش مقصرين على فكره. تمام. بس انت بتيجي في حاله يا عمر، انت جبت النهارده كابتن شريف عبد المنعم مسكته فرقه. تمام. بتديله الثقه في الفرقه دي وخلاص احنا اجتمعنا كلنا ان شريف ده احسن واحد هيمسك الفرقه دي. تمام. بتستنى بتشوف الريزالتس بتاعت شريف شكلها ايه. الراجل وعد ونفذ كمدرب. وماشي معاهم زي الفل، مش هيقدروا يمشوه قبل كاس العالم اكيد طبعا. انما كان ليك لازم تبقى في لجنه خبراء موجوده تتدخل في ال 23 لعيب، فهم سابوا له الحكايه كامله خلاص دي النتيجه. فاحنا قفلنا الصفحه دي بان احنا وصلنا كاس عالم. انت طلبت مني دلوقتي اوصل والعب زي كده، ما افتكرش في حياتنا هنوصل ان شاء الله تاني ونلعب بهذا الشكل. طب كابتن شريف، انا عايز اخد حضرتك لحته كده ليها علاقه بمعسكر المنتخب. منتخب موجود في جروزني، تمام؟ حضرتك شفت ان منتخب مصر في كل مباراه بيلعب في بلد بتكون بعيده عن جروزني بساعتين ثلاثه بالطياره. كلام كتير طلع واتكلموا مدير المنتخب الاستاذ ايهاب مهيطه، قال ان هو ده اختيار مستر هيكتور كوبر في التواجد في مدينه جروزني، ان هي مدينه منعزله عن سان بيترسبورغ وعن موسكو وعن وعن وعن. هل حضرتك شايف ان ده قرار منطقي ان منتخب مصر يكون متواجد في مدينه مش هيلعب فيها ولا مباراه وكمان جواها مختلف عن الثلاث مدن اللي منتخب مصر شارك فيها، ولا حضرتك شايف ان كان ممكن زي ما حضرتك ما بتقول ان يكون في لجنه خبراء تبقى موجوده في اختيارات ال 23 اسم، تبقى موجوده في اختيار معسكر
المنتخب علشان يتناسب مع لعيبة الكورة. حضرتك عارف ان لعيبة الكورة التنقلات الكتير بتجهدها، التنقلات الكتير بتكون مشكلة دايما للاعب كرة القدم. والاهلي يا كابتن دايما لما بيجي يسافر افريقيا بيبعت كابتن سيد، كان بيروح يسافر كابتن سيد لعب كورة، فعارف هو الدنيا يعني، عارف لعيب الكورة محتاج اوتيل عامل ازاي، ملعب التدريب عامل ازاي، القرب من استاد المباراة عامل ازاي. فهل ده يعني حاجة ممكن ناخد بالنا منها، ولا حضرتك شايف ان هم عندهم حق في حتة المعسكر ان هو يكون في جروزني؟ دي حاجة بعيدة عنك وعني. تمام. انما شأنك انت في انك انت تقعد في جروزني وتسافر شأن كل الفرق. تمام. مفيش فرقة بتلعب على غير روسيا. روسيا صاحبة الأرض الوحيدة اللي بتلعب في سانت بيترسبرغ. تمام. دي بس الفرقة الوحيدة اللي هي بتلعب هناك. تمام. انما انت شأنك زي كل الفرق بتسافر من بلاد لبلد لبلد لبلد. انك انت تختار مكان ليك. البيز بتاعك قاعد فيه مستريح نفسيا، الناس كلها حباك هناك، انها بتعمل الاتموسفير بتاع المدرب ما زي ما هو شايف. دي كانت من اراء الكابتن جوهري قبل كده، الاستحواذ على اللعيبه ان ما يخرجوش يركزوا ويعملوا. هي بس خلينا نقتنع كلنا، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله، وسيبك من ان احنا نقول جروزني والراجل قاعد هناك وهل ده كان يسمح. طب قال ما بتروح في اي حته عمر وتتاقلم على البلد اللي انت رايحها ساعتين ثلاثه، وبعدين يقول لك انت هتاخد بعضك لم حاجتك وروح على بلد ثانيه ما اعرفش ايه. هي نفس الشكل، هو نفس الحكايه. انت كان عندك ماتش في جروزني وبعد كده رحت الماتشات الثانيه اللي ممكن عايز تلعب في روسيا في سان بيترسبرغ. انت كنت هتكسب روسيا، انت اول تايم لو اتوفقت مع محمد صلاح انت كنت هتكسب روسيا، وحال روسيا بان على ايد اورجواي، وانت لو معاك محمد صلاح في اورجواي كنت كسبت. بهذا بالسوق كله اللي احنا شفناه ده، بهذا السوق من اورجواي اهو، بهذا السوق اللي احنا شفناه من اداء منتخب مصر، انت كنت تستطيع ان تفوز على اورجواي لانهم كانوا مش قادرين يمشوا في اول مباراه. والروسيا انت كان عندك فرصه كبيره جدا بالتوفيق قليل جدا انك انت تكسب روسيا وتعديها على الاقل هتتعادل، بس كنت هتكسبها صدقني والله. انا بتكلم في الكوره، انا مش ضد المنتخب ولا ضد اي حد، انما انت بالظروف اللي كانت موجوده في اول هاف تايم في كل مباراه، الى ان ما جه فيك الجول الانهيار اللي بيحصل لك، ان اللعيبه نفسها بتتسد. بص ليها ما فيش، الكابتن نني ما بيغطيش على راجل بيلعب الكوره بعد سايبه يجيب جول، كل واحد بيتكل على التاني. تتكل على لعيب جنبك في الكوره دي مش موجوده يا كابتن في الاحتراف، مش موجوده. انت بتلعب ازاي في انجلترا انت كنت تلعب مع ارسن فينجر تقدر تقف ما ترجعش تمسك الملعب ده، انت بتلعب عشان انت زي النحله، انت جاي في المنتخب بقى اللي هو اللي عمل لك الاسم والبلد اللي هي عامله لك في كل وقت، انت جاي بتتكاسل في انك انت تأدي وتعمل اللي عليك. لابد ان في حاجات لازم تتواجه، واشكال كتير قوي النقاد والناس البرو والناس اللي لعبت كوره شايفين ده كله على الشاشه، شايفين ان في لعيب محدود كورته محدوده ما تدكش فوز، وفي لعيبه عندها كوره قاعده بره ما بتلعبش، ولعيبه ما راحتش اصلا خالص، ولعيبه ما دخلتش. فهي دي العناصر اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي ما ساعدتش او ما وجبتش انك انت تكسب. انا اقسم بالله من لما كنت بتكلم في البرامج قبل الكاس العالم كنت مرشح مصر ان هي في دور ال 16. ولكن تعال نريح الناس، انت مثلا وصلت دور ال 16 وهتلعب اسبانيا، كان مطلوب منك انك تكسب اسبانيا كمان، او كنت هتكسب اسبانيا؟ لا طبعا شكل صعب قوي عليك على الكره اللي بتتلعب، البرشلونيه اللي بتتلعب دي انا بسميها الكره الاسبانيه دي، انيستا وجزافي فاكروا الناس دي عملت كوره مع جوارديولا عالميه، لدرجه ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت لما كان بيلعب مع حسام ولعبوا كوره و 22 نقله دي، احنا بقينا في دنيا ثانيه. تخيل بقى اللي كانوا بيلعبوا ال 22 نقله دي ما تاخدش منهم غير 2 3 صح. انما تعال نقول ان احنا بقى عندنا من احسن المميزات موجوده في قاره افريقيه. كابتن هقول بس حته دي، ادي حقهم بس اديهم حقهم. الحراس المرمى عندك الحقيقه احنا كسبنا حراس مرمى كتير قوي على مستوى التصفيات قبل او في التصفيات الاوليه في كاس العالم. طيب هنروح لروسيا للاستاذ ايهاب الخطيب مدير تحرير جريده الوطن علشان نتكلم معاه اكتر على اداء منتخب مصر امام السعوديه وخساره 2-1. استاذ ايهاب برحب بحضرتك. برحب بك كابتن عمر، وانا اسف بس ما يعني ما اسمهاش اسماء الضيوف، وبرحب كابتن شريف عبد المنعم موجود معايا بيسلم على حضرتك. كابتن شريف. كابتن ايهاب وحشنا يا كابتن، وهارد لك للمنتخب المصري. هارد لك يا حبيبي. استاذ ايهاب، يعني خساره منتخب مصر 2-1 امام السعوديه، وكالعاده في اخر دقيقه من المباراه
يعني كلمني على الاجواء اللي موجوده عندك، رايك الفني، شايف ان منتخب مصر يستحق الخساره؟ هل شايف ان منتخب مصر وغياب العدل عن اختيارات مستر هكتور كوبر في قائمته اللي موجوده في كاس العالم سبب من اسباب خساره منتخب مصر في 3 مباريات؟ كابتن عمر، خلينا اقول لك مسبقا قبل الرؤيه في المباراه، يعني التوقع اللي كنا نتغلب المنتخب السعودي، انا بقول لك بشكل شخصي ومعظم المحللين والمتابعين كانوا شايفين انه صعب جدا المنتخب المصري يكسب، لان المنتخب المصري تعرض لكميه من المشاكل والسلبيات والتقارير السلبيه والضغوط صعبه جدا جدا جدا. في الوقت اللي كنا فيه بنرد متاخر يا رد فعل الاحداث الخاطئه، وكمان اهم لاعب عندك هو محمد صلاح، اتعرض لكميه ضغوط انت لا اعلاميا عرفت تلم الموضوع ولا لميت الموضوع سوشيال ميديا، لان كمان ناس قاعده على القهاوي والناس قاعده في الحضر عماله تهوي علينا بحاجات غريبه بتيجي واحنا موجودين في روسيا، مفيش معظم الحاجات اللي بتتقال. طب يا كابتن ايهاب، نقطه محمد صلاح، ممكن بس نشرح للساده المشاهدين ايه مشكله محمد صلاح؟ يعني ايه المشكله اللي بتواجه محمد صلاح مخلياه يعني زي ما حضرتك شايف بلغه الكره مقريف، مش يعني حتى بعد الهدف الاول ما احتفلش؟ برافو عليه. صلاح عنده ضغوط كبيره جدا، اولها في حته مشاركته وعدم مشاركته وتحمله على نفسه ووجوده، وبعدها مباشره ابتدى يعني بدايه مشاركه محمد صلاح في مباراه روسيا، بعض طبعا السوشيال ميديا والناس قاعده تقول لك ده مش عارف يساعد نفسه ده مش عارف ايه، ومحدش قدر ان هو جاي على نفسه وتعب جدا عشان يلحق مباراه روسيا، ثم بقى الدراما الكبرى في قصه الشيشان والقصه دي، سواء اتفقنا واختلفنا عن الاجواء اللي موجوده، ولكن التقارير الغربيه القويه وتحذيرات مدير اعماله بيكلمه مكالمه خطيره جدا جدا وطلبوا يعني يبعد خالص عن كل الاجواء دي، في ظل ان الدعوه موجهه للمنتخب المصري بالكامل ومش لمحمد صلاح، ظل ان حتى رئيس الشيشان رمضان قادروف طلع بيان النهارده وقال اننا لن نستغل محمد صلاح سياسيا، واسالوا مارادونا واسالوا رونالدينو ودول كانوا جم قبل كده، وده من عاداتنا اننا بنحتفل الناس، لكن الاعلام الغربي والاعلام الامريكي صلاح اصبح واحد من اكبر القوى الناعمه في العالم، وبالتالي تشويه صلاح الدور الكبير اللي بيقوم بيه وتاثيره بقى مطلوب، فبالتالي الكل بيتلكن، فده اثر بشكل كبير، والتقارير دي رغم انها تقارير معظمها مفبركه ومصنوعه للضغط على هذا اللاعب العالمي الكبير اثر عليه بالسلب جدا، كل صوره تدريبات لو شفتها حالة من يعني الضيق الشديد، حالة من العزلة داخل التدريب مش مبسوط، محدش قدر يوفر له في المنتخب المصري الراحة النفسية، وده أمر طبيعي جدا، أنت بتوفر للعيبة كلها مش محمد صلاح بس، لما يكون عندك لاعب بحجم محمد صلاح وبتبني عليه ومحمله وحاطط في رقبته يعني استعادة 100 مليون مصري ومش موفر له أي حاجة ولا عارف أي حاجة ولا مش موفر له، دي مهمة أوي اللي أنت بتقولها يا إيهاب، دي مش موفر له أي حاجة، دي من لاعبين حتى اللاعبين اللي حواليه يعني طبعا. وبعدين يتكلف المعسكر بتاع المنتخب بتصوير برامج مدفوعة القدر وإعلانات عن طريق موبايلات اللعيبة، محدش مركز يعني، كانت في كابتن ايهاب، انا اول مره في حياتي اشوف لعيبه منتخب بعد خساره مباراه يصوروا فيديو ويقول لك ده اللاعب الفلاني بيعتذر للشعب المصري عن خساره او خسارتنا امام روسيا. انا مش عارف ازاي ان المنتخب اصلا سمح ان الفيديوهات دي تخرج، ان لاعب يكون عنده مباريات مهمه. يا كابتن عمر انا بقول لك وبقولها بصراحه وبقولها بمنتهى الامان، عدد لعيبه المنتخب استغلوا المنتخب تجاريا، صح؟ عدد من لعيبه المنتخب المصري استغلوا وجودهم داخل المنتخب وجودهم داخل غرف المنتخب كلاعبين، واستغلوا وجودهم ده استغلال تجاري وصوروا مع زمايلهم بالموبايلات وبعتوها لبعض المعلنين ولبعض البرامج مدفوعه الاجر من اجل يعني بعض الاموال. يعني يا جماعه في ظل بقى ايه؟ في ظل ان انت سايب المعسكر
بلا رقابه كبيره من مدير المنتخب. فين مدير المنتخب؟ فين الجهاز الفني اللي بيتعامل بهذا الشأن؟ ان ملوش شخصيه خالص على اللاعبين، وان شخصيه اللاعبين اقوى من شخصيه الجهاز الفني. اقول لك على حاجه كمان، اكثر من الكواليس، يعني عايز اقول لك اللعيبه يعني عدم التركيز الكبير. كمان كان امبارح في مشكله كبيره جدا، ان رئيس النادي بيطلع يعلن عن اثنين مهمين ولاعيبه انهم يتبعوا النادي ثاني، وانت هتلاعب المنتخب المنافس زي علي جبر وطارق حامد، واللعيبه يقعدوا على العشاء بالليل متضايقين جدا، ويقول لك هو احنا مش هنتباع، ومين اللي بيقول ان احنا هنتباع، ويحصل حاله من القلق والجدل، ويرجع المدير الفني المدرب بتاع المنتخب يقول لهم لا ركزوا في المباراه وابعدوا عن الكلام ده كله مشتت. ويجي في الاخر يطلع بيان في الدقايق اللي نادي الاهرام بيقول لك انا مش بقى هو ايه هو ايه المقصود بكده. اعتقد ان البعض قال عليه المنتخب المصري من اجل مصالح شخصيه، وان البعض استغل المنتخب المصري استغلال تجاري سيء جدا، ويجب محاسبه كل المقصرين. وعلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد، اول ملف يفتحه ويتعامل فيه هو ملف انا هقول اهو فضيحه المونديال، ولازم يشوف ابعاده بشكل كويس جدا، لان اللي بيحصل موضوع كبير جدا. فكل الشروط، وعفوا للجميع، المنتخب المصري مش للبيع يا جماعه، منتخب مصر مش للبيع، ولازم كلنا نتعاون، لان ما شفناش هذه الروح يا كباتن، ما شفناش هذه الروح الانتماميه، واللي اللعيبه نازله من غير حماس وضمن المقابل المنتخب المنافس المنتخب السعودي الشقيق، وله كل الاحترام والتقدير، استحق انه يكسب. احنا من امبارح واحنا هنا عندنا معلومات، وقلناها من امبارح، الحكم في خوف من الحكم الكولومبي، وان هذا الحكم كان جزء من سبب الهزيمه، ولكن لا يصل على الهزيمه بالكامل. المنتخب السعودي كان افضل، ولكن راجل بيقعد يعني تقنيه الفيديو الاتحاد الدولي عاملها ليه؟ تقنيه الفيديو يقول لك ده مش هدف، دي مش ضربه جزاء، يرجع الراجل ثلاث دقائق عمال يتناقش معاهم، وبعد كده يروح علشان يشوف ويقولوا له لا مش ضربه جزاء، يرجع ياكدها ويدي علي جبر اصدار. هو الفيفا بيهزر؟ ما هو لازم علشان يداري على القرار اللي اخذه يا كابتن ايهاب، لازم كارت اصفر، لو ما اداش علي جبر كارت اصفر. لكن انت دلوقتي عامل تقنيه وصارف وعامل نظام جديد علشان في الاخر. يا استاذ ايهاب، برضه شخصيه اللاعب عندك الثقافه بتاعته جوه الملعب مش موجوده، يعني انت لا تلموا حوالين الحكم ولا خدوا حقوقهم ولا بيعرفوا ياخدوا اي حق في اي حاجه. يعني واضح جدا ان شخصيه اللعيبه برضه مش مركزه بهذا الشكل اللي احنا شفناه. يعني انا شايف ان هي اصلا فاول على الولد وهو بيشد علي جبر من قبل اللعبه، انما انت ثقافه اللعيبه عندك مش فارقه معاها، مش فارق معاه يدي ضربه جزاء ولا مش فارق معاه، هو ما خدش حقه حتى في الملعب، ما اعترضش حتى اي اعتراض يبين ان الفيديو اداله حقه، وبعد كده عادي جدا. فدي ثقافه بقى في الملعب مش موجوده لا خارج الملعب ولا جوه الملعب. استاذ ايهاب، يعني برضه يعني طب كمل حضرتك اتفضل. وبعدين ما فيش زي ما قال كابتن شريف شخصيه القائد في الملعب، شخصيه القائد في الملعب. وبعدين احنا واخدين قايمه 23 لعيب، عشان 16 لعيب بس هم اللي يبقوا تحت المنظار، ولولا اصابه طارق حامد كانوا بقوا 15 لعيب اللي شاركوا. يا استاذ ايهاب، احنا عارفين التغييرات، عارفين مين مكان مين، بس مش عارفين التوقيت امتى. يعني احنا عارفين ان في ثلاث تغييرات، عارفين ان كهربا دايما بينزل، عارفين ان رمضان صبحي دايما بينزل، عارفين يعني كل، بس احنا الفرق بس في التوقيت، يعني اللي احنا مش عارفينه التوقيت. كابتن عمر اوبر قاعد في مؤتمر صحفي في شيكابالا، هو بديل عبد الله السعيد، النهارده بتلاعب عبد الله السعيد هاب يمين، وغيرت طريقه لعبه كلها بلا جدول. وبعدين ما استعنتش حتى في شيكابالا اللي قلت عليه بديل عبد الله السعيد بالظبط. في نفس الوقت ماذا افادت التغييرات دي في المنتخب؟ نفس اللعيبه بتنزل الماتشين اللي فاتوا ما بيعملوش اي حاجه وبينزلوا تاني. خلاص منتخب مصر وقف عند 16 لعيب. يعني منتخب مصر وقف عند 16 لعيب، وبقيه اللعيبه دي رايحه في ايه؟ منظره؟ بقيه اللعيبه دي رايحه وانت عارف. وعلى رايك يا هاب مفيش اي علامه ليهم في المباراه اللي قبلها ان هم يكونوا اساسيين في المباراه دي. ده احنا كل مره بنقول هنشوف دم جديد،
هنشوف شكل جديد، هنشوف شيكابالا، هنشوف ناس بتعرف تمسك الكورة، ناس بتعرف تتعامل. ماذا قدم الثلاث في الماتشات الماضية عشان تنزلهم تاني؟ انت بتكافئهم وتنزلهم تاني ليه؟ في ظل ان كان عنده أزمة امبارح وعدد من اللعيبة طالبوا انه يشارك، اولهم عصام الحضري والناس طالبت ان الكل يشارك. والنهاردة على فكرة عصام كان كويس ووقف النهاردة بشكل كويس وانفذ ضربة جزاء، ولكن شخصية الجهاز الفني وطريقة اللعب وحكم المباراة وعدم التنظيم بقى، والنقطة اللي انا قلتها بتاعة كل لعيبة في غرف اللبس وعدم التنظيم في المعسكر، لما تبقى انت قاعد تطلع عليك تتبل ترجع جلوس تاني وترجع علشان بتتبل وترجع جلوس تاني وتروح بلجاجراد، ايه ده؟ ده اكتر منتخب قطع طيران جوه القاره الاوروبيه. مش ممكن عدم التنظيم، احنا فرحنا بس ان احنا تأهلنا لكاس العالم، ولكن ما عملناش اي شيء تنظيمي يدل على اننا منتخب منظم او عندنا اداره لاداره المنتخب او اننا هنعمل حاجة. استاذ ايهاب، الاجواء اللي موجودة عند حضرتك من جانب الجمهور المصري، شفنا حسن كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور المصري، ان لنا حالة الحزن اللي فيها الجمهور المصري اللي متواجد في روسيا. كابتن عمر، معظم الجاليات اللي جاية من مصر، جاية باولادها وجاية باسرها، هم مش مقيمين في مصر، معظمهم جاي يعلم اولاده الانتماء ويشجع المنتخب المصري، وهي دي بلدنا وهي دي مصر ويشجعه. النهارده الناس بتدي صدمة كبيرة جدا لدرجة إن عدد من الجماهير استنى أتوبيس المنتخب وهتف ضده وسب اللاعبين، وعدد آخر نبقوا في مقر إقامتهم وهاجموا اللعيبة بشكل كبير جدا جدا، وصل لمرحلة سباب. وده وعايز أقول لك على مفاجأة، معظم الجماهير خرجت من الاستاد والنتيجة 1-1. أنت متخيل؟ قبل الهدف الثاني احباط يا كابتن ايهاب، احباط، حاله احباط رهيبه ومستسلمين وما عندهمش امل في المنتخب ان هو يقدر يجيب جون او يقدر يكسب. كانوا اداء السعوديه كان محدش جدا وما كملوش المباراه، كمل. مش عاجبهم لا الاداء. انا ما كملش المباراه يا ايهاب، ما بقتش قادر استحمل شكل الكره اللي بتتنقل على منتخب مصر من لعيبه مش شايفه قدامها فريق اصلا. يعني الراجل المدرب بتاع السعوديه قاعد هيتجنن، ازاي فرقته مش عارفه تكسب بهذا الشكل؟ حتى الكابتن عبد الرحيم، يعني الكابتن عبد الرحيم محمد فقيد الكره المصريه، الخبر ده الله يرحمه طبعا اوجع قلوب كل المصريين هنا واوجع كل البعثه هنا، لان الخبر كان جالنا صادم جدا. البقاء لليل كل جماهير الكره المصريه والاهل، وربنا يعني يتولاها برحمته ان شاء الله ويتقبلها. امين يا رب. يعني كابتن ايهاب، يعني الفتره اللي جايه مستر هيكتور كوبر خلاص رسمي مش هيكون موجود مع منتخب مصر، ايه لمنتخب مصر؟ دي نقطه كابتن عمر وكابتن شريف بس تتاكد فيها كويس قوي. بما طب اشرح لنا يتم اطالته او يقدم استقاله. هو كده كده عقده انتهى بمباراه النهارده، مظبوط. هو هيقدم استقاله ولا يتم اطالته؟ هو كده مع الف سلامه اتكل على الله خلاص. اتحاد الكوره بيبحث عن مدير فني اجنبي، ولن يتولى المنتخب المصري في الفتره المقبله اي مدير فني مصري. طب يا كابتن ايهاب، حضرتك مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري؟ مع ان المدير الفني المصري هو اللي بيحقق الانجازات، هو اللي عارف حاله اللعيبه اللي موجوده، هو عارف الاجواء. مفيش حسن في حته تاني، مفيش جوهري تاني، مفيش مدير فني هيحصل على يعني امتيازات دي هذا التوقيت. وان كان ناس كتير كابتن حسن او بعض الناس بتتكلم على كابتن حسن بدري، ناس كتير، ولكن في النهايه لما تيجي تعقلها كده وتشوف هتلاقي ان عندك اول ماتش في التصفيات الافريقيه في شهر 9 والوقت مسدود جدا، مسافه ما اللعيبه دي تطلع من التصفيات. انت محتاج على فكره دايما تحط جهاز نفسي جوه مع الجهاز الفني. النهارده عدد الجهاز الفني المنتخب مصر اكثر من عدد اللعيبه بلا استهداف. طب بقول لك ايه يا ايهاب، انت ايه رايك في الجهاز الفني المعاون؟ الجهاز الفني المعاول لكوبر، لكوبر كان ليه راي ولا ما كانش ليه راي؟ ولا هم سبب نكسه كوبر؟ هم سبب نكسه كوبر. ها، هم سبب نكسه كوبر بمعنى يا استاذ ايهاب؟ خلاص بقى، بمعنى انهم بينقلوا كل حاجه لكوبر صح وغلط وبدوافع بشكل معين. والناس استغلت كوبر اكبر استغلال، اكبر ما فيهم محمود فايز. استغل كوبر استغلال كبير جدا، واستغلوا ايضا استغلال تجاري. والله يا استاذ ايهاب، يعني احنا قلنا ان غياب العدل عن قائمه المنتخب هو السبب في الحال اللي وصل ليه.
يعني حضرتك في اكتر من لعيب كان المفروض يكون متواجد على الاقل مع المنتخب الوطني. كابتن شريف اتكلم، واحنا اتكلمنا في نقطه ان كل ال11 لاعب اللي موجودين ضامنين ان هم موجودين في ارض الملعب، سواء اديت كويس سواء اديت وحش انت كده كده موجود. قلنا ضامنين يا كابتن عمر، والتغييرات بتاعتهم قاعده بتسخن وعارفه تعملها الصوت الثاني برضه بس كده. يعني اي واحد بيلاعب المنتخب المصري حافظ كويس جدا، انت مش محتاج تجيب متخصص او مدير فني منافس يقول لك نقط قوه وضعف المنتخب المصري، انت اسهل منتخب مكشوف في البطوله. صح. استاذ ايهاب، كوكا اللي مشي ده اتضح لي احنا مع كل الحاجات اللي احنا الريمارك اللي عملنا عليها والتحفظات اللي اتكلمنا على كوكا في المباريات اللي هو لعبها، صدق كان برضو اهم من اي حد لعب في الثلاث مباريات اللي فاتت. كلامك برضو مظبوط، وعايز اقول لك ان كل ده يرجع للجهاز المعاون اللي بيأثر عليك لان هو راجل ضعيف. يعني للاسف يا استاذ ايهاب كان نفسنا يعني ان احنا نبارك لحضرتك على انت جاي امتى يا ايهاب؟ قول له جايين مفروض خلاص كده منتخب مصر المفروض ان هو هيتوجه غدا الى القاهره. وايهاب جاي امتى؟ منتخب بكره هيطير بالظبط الساعه 9 صباحا ان شاء الله. تمام. يكون في القاهره يعني على الساعه 12 كده او الساعه 1. احنا بقى ان شاء الله احنا كنا يعني في حاجزنا متوقعين المنتخب المصري يعني يتخطى دور واحد بس، فاحنا حاجزنا على 3/7 وبنبحث عن اي تذاكر سريعه للعوده للقاهره. استاذ ايهاب بالسلامه ان شاء الله. بالسلامه ان شاء الله، واكيد طبعا يعني لينا كلام لما حضرتك تيجي بالقاهره بالسلامه علشان نتكلم بشكل اكبر عن منتخب مصر في مشاركته في مونديال روسيا 2018. استاذ ايهاب بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. واتكلم يا كابتن شريف في نقط مهمه جدا شاهد عيان جدا يعني هو في الاحداث زي ما حضرتك قلت شاهد عيان ونقل لنا الاحداث بصوره كبيره، لكن اتكلم في كذا نقطه مهمه جدا. اهم نقطه يعني اهم نقطه الجهاز المعاون. الجهاز المعاون ده اللي كان واضح على الاختيارات اللي موجوده. طب والنقطه اللي اتكلم فيها الحته التجاريه ان بعض لعيبه منتخب مصر استغلت وجودها مع منتخب مصر داخل المعسكر استغلال تجاري. لازم تفرح بكل البابليستي وكل الدعايه اللي حصلت لوجودنا في كاس العالم. لا انا بتكلم في نقطه ثانيه. بص يا كابتن شريف حضرتك احنا مش لازم كل الاجواء اللي كانت موجوده، انت كنت مكمل غذائي انك تكسب مباراه النهارده. كان كل حاجه بقت جميله جدا. انت اول هاف تايم في كل مباراه كان ممكن تتوجك انت، بس الحظ بتاعك والشكل بتاع اللعيبه ونوعيه اللعيبه والفوارق والامكانيات اللي احنا اتكلمنا فيها هو ده اللي موصلكش الصوره اللي حصلت بعد كل اللي حصل ده انها تتوج معاهم بالنجاح. بس يا كابتن شريف المقدمات تدل على النتائج. منتخب مصر مع احترامي الكامل طبعا احنا بنتكلم اكيد مش ضد المنتخب اكيد مع المنتخب، لكن منتخب يا كابتن شريف ما قدمش المستوى اللي يعني ما قدمش يا عمر. بس انا عايز اقول لو انا وانت مع المنتخب ده ولقينا الدعايه دي كلها هنفرح. لو انا وانت موجودين مع المنتخب ده لا انا حضرتك بتكلم وجالنا دعوات. لو انا وانت مش موجودين وجالنا دعوات عشان نروح نتفرج زي ما ناس كتير جالها دعوات وراحت اتفرجت. لا لا مش كنا بتكلم في كده. لا بس في حضرتك فهمتني غلط. انا بتكلم على نقاط معينه. خلينا ايه ما نبقاش ايه نبقى فير. تمام. اي واحد فينا هيجي له انا نفسي كان جالي دعوه ما لا انا بتكلم مش حضرتك وقررت ان انا اروح بفلوسي وبحاجتي معلش دي قصه ثانيه. انما اي حد كان في وضع معين في حكايه الببليستي في حكايه الدعايه في حكايه كل ده دي بهجه بقى لنا 28 سنه عمر بقى لنا 28 سنه ما شفناهاش. انا بتكلم على نقطه ثانيه بعيد عن كل ده. بتكلم يا كابتن على استغلال بمعنى بعض لعيبه منتخب مصر كان بعد كل مباراه بيتم تسجيل فيديوهات من داخل غرف النوم بتاعتهم. ما شفتش انا. انا بشرح عشان كده حضرتك عشان كده حضرتك يا كابتن شريف دلوقتي حضرتك لاعب في منتخب مصر ان انا اخش اوضتك واسجل معاك واعرضها في التلفزيون واحنا عندنا معسكر وعندنا تركيز وعندنا وعندنا هو ده اللي انا بتكلم فيه وده اللي الاستاذ ايهاب الخطيب دخل معايا قبل كده واتكلم فيه ان هم بعض اللعيبه استغلوا منتخب مصر استغلال تجاري بمعنى ان هم قبل ما يطلع المنتخب او قبل ما يسافر اتفق مع مثلا مع حد معين هتبعت لي كل يوم عدد فيديو معين مقابل انت قلتها له في, يعني في السياق الحديث معاه وانت بتقول له ما ايام حسن شحاته احنا كنا بنكسب وقال لك ما هو مش هيجي مدرب انما الجوهري كان ماسك الفرقه دي كده كان في قائد في الفرقه طبعا كانش في الحاجات دي بتحصل فدي برضو من الحاجات اللي هي السلبيات اللي حصلت
في وجود المنتخب انه بيسافر ويرجع لبلد معينه يسافر ويرجع. ففي حريه للعيبه حاسين برضو انه ما فيش اللمه والاستحواذ، ما فيش حد رابط عليه، واحداث كتير حصلت قبل كاس العالم شكلها مش لطيف، خروج مجدي عبد الغني ودخول مجدي عبد الغني والكلام وشوشره وحاجات كده، يعني في حاجات كتير قوي حصلت على المنتخب عندنا ما كانش المفروض ايه ان تبقى الناس تعرفها. يعني اي حد اي حاجه لا تستغل على حساب المنتخب قبل البطوله، احنا لازم يبقى في دايما عندنا ايجابيات 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 وفرحانين كلنا، ما تبقاش سلبيات من اداء مباراه احنا بنخسرها. ما احنا يعني احنا كنا مش هنخش كاس العالم اصلا بالكوره بتاعت تريزيجيه وجابها وضرب الجزاء، فاحنا عايزين نفرح دايما ما نحاولش زي ما كنا بنقول احنا خلاص كل مره هنخش كاس العالم وهيزودوا لافريقيا وهيزودوا للعرب ان هم يبقى اكتر من فرقه المره الجايه، تمام مظبوط، كل ده هيحصل. فانت مش عايزين السلبيات سلبيات سلبيات سلبيات، احنا ناخد الحاجات اللي انت زي ما اتكلمت فيها، النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان مفيش قائد، اختيار لاعبين، الجهاز المعاون ده لو جه جهاز معاون اوروبي كله مع الفرقه اللي هو بيتكلم بيقول استحاله هيبقى مدرب مصري، مع ان انت عندك من الكوادر الكتيره قوي انها تسمح انها تمسك منتخبات، انما انت مش هتدي المسؤوليه لحد مصري، هتجيب لا هتنقي من احسن الناس بعد كده وهتصرف غالي قوي، انك عرفت الصناعه شكلها ايه، الكوره عموما، فانت شايف الارجنتين عندك بتشحت بكره انها لازم تكسب عشان يبقى لها وجود باعظم لعيبه موجوده، يعني اوعى تتكلم على منتخب مصر لان دي امكانيات منتخب مصر كده، انت بتطلب من منتخب مصر المستحيل مع وجود سلبيات. حتى يا كابتن لو الشكل احسن من كده، مفيش شكل، حتى لو الشكل انت أحسن، شكلك كان كويس لفترات معينه، دي امكانياتك كده لازم تعترف. طب عامل اللياقه البدنيه، خليني اقول لحضرتك بلاش يعني بلاش الجزء الفني، نوعيه اللعيبه اللي اختيرت لا تستطيع اللعب كل ثلاث مباريات وسفر من بلد لبلد، لعيبه لا تستطيع محترفين. لا لعيبه لا تستطيع، لا مش كلهم لعيبه لا يعني تستطيع، يعني اللي بيشاركوا ال 11 واحد يا عمر يا ابني. طب لعيبه لا تستطيع ان تكون على مستوى دولي، انت فهمتني؟ بيلعبوا مع فرق تانية في اوروبا مساعداهم، الهاف بيتقدم والفيرود بيتحرك والدنيا، انت هنا المجموعه دي على بعض كده لا تساعد نفسها، ما يقدروش يساعدوا بعض. النني ده عايز فرقه زي الارسنال يلعب يترجموا له الباس بتاعه السليم. صلاح عايز اثنين ثلاثه جنبه عشان يترجم ويعرف يعمل البليسنج اللي ما عملهاش في ماتش روسيا اللي كانت ممكن تخش. في حاجات كده كلنا شفناها، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. انت اللعيبه بتاعتك دي قدرتها كده. ما تحملش على اي حد. انت عايز طارق حامد يبقى السوبر ديفندر وناكل الحركه والبلاي ميكر في حاله عبد الله السعيد ومش قادر يمشي وكل ده مفيش. عايز تعمل الدويتو بين عبد الله السعيد وصلاح في فراغات بتلاعب فرقه افريقيه، ده انت بتلاعب لعيبه اوروبيه كل لعيب الفرق بينك وبينه 3 ثواني يعني في الحركه بال ما بيستلم وعندك لعيبه بتضرب خطوط، انت ما عندكش لعيب واحد غير عبد الشافي اللي عنده الكارج والشجاعه انه يرقص واحد ويعدي ويعمل وبعدين يعمل اوفر. اللعيب الوحيد اللي تميز في اللعبه دي اللعيب اللي كان عايز يسرق نفسه احمد فتحي ويعمل لك العرضيات لا يوجد من ينادي الناحيه الثانيه او من يستقبل، وعندك الاخفاق الاكبر ان نجم مصر حصل لك حاله احباط من اول ماتش ما لعبش، وقلنا ده لو كان موجود النهارده ضد اورجواي كنا هنكسب، جميع الظروف وجميع الملابسات وجميع الاشكال والشكل ان احنا وجودنا في كاس العالم وترفع علامنا في كاس العالم كلها، مش عايزين نقصوا على نفسنا عشان نحسن من السلبيات اللي جايه. وطبعا الشكل اللي انت شفته ده اداء الفرقه دي لازم تنقي في كل مركز اثنين ثلاثة لعيبه يشيلوك في بطوله كبيره زي كده. انت لو عملت كده واعتمدت على ناشئينك واعتمدت على الشكل اللي هتطلع بيه بعد كده، وسيبك بقى من حكايه المحترف ده، انا ما اعرفش في لعيبه بتطلع تحترف، انا ما اعرفش تحترف ازاي اصلا. يعني حتى احنا هنقول على اللي بره كمان ما بيشوفوش وما بيعرفوش، انما بيحطوهم جوه بؤره لعيبه زي تريزيجيه. تريزيجيه معروض عليه قد ايه دلوقتي؟ اكيد طبعا معروض، وهيلعب مع فرقه زي الفرقه اللي هي بيلعب معاها دلوقتي؟ لا، ده هيلعب مع فرقه ثانيه خالص. الحتتين اللي بيعملهم دول والغزوات اللي بيعملهم دي هتبقى يسر، هتبقى ناجحه مع فرق تانية بتستقبل، هيلاقي الوان تو موجود، هيلاقي الفرص ان هو يعمل البليزنج بتاعه موجود. صلاح نفس الشيء، ما هو دول بيتوجدوا في اتموسفير تاني، في بؤره تانية. فاحنا بنحاسب بعض على قد الامكانيات اللي موجوده، ولا احنا جايين على اسم مصر وعلى اسم الدنيا كلها واتحاد الكره اخفق والدعايه صوروا من كل دي السلبيات دي. لو رونالدو ولا ميسي بيعملوا اكد كده عشان محد يقدر يتكلم مع رونالدو ولا ميسي ولا الناس دي، جنرالات ماشي. فرقه ميسي مش قادره تشيله، مش قادرين يوصلوا له الكوره. انت عارف عملوا ايه في الارجنتين؟
عامل استوديو زي كان وانت كده انا عامل واقف 5 6 واقفين وحاطين صوره ميسي واقفين ودي اعداد على اداء المنتخب الارجنتيني. شفت بس هنا الجمال ايه بقى؟ شوف بيعبروا ازاي. احنا بقى هنشلق لبعض على الفيسبوك وهنعمل ونسوي ونقول وحصل وكلام من ده. الهدم 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 الهدم. لا احنا نقعد كده كناس يعني عندنا ثقافه رياضيه لطيفه نقول والله زي ما انت قلت كده الناس صورت البتاع عدم الترجيس غير بالزبط. موجود اختيارنا اللعيبه لازم يبقى كذا 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 كذا. الناس تقعد وتشوف والدنيا هتمشي ازاي. اديك عندك فرقه المانيا قاب قوسين او ادنى اللي هي بطله العالم انها ما تخشش. فالحكايه مش مساله احنا ما صفيناش. احنا زي ما احنا قلنا انا وانت الشكل احنا كان عندنا شكل عامل ازاي. يا جماعه على قد امكانياتنا ما نتطرقش ابعد بعيد. انت كنت هتروح تلعب اسبانيا لو كسبت كل الفرق هتلعب اسبانيا او البرتغال او اي حد يعني فهمتني او السنغال او ناشئ صح. كل الفرق اللي موجوده منتخبات قويه جدا. لا فرق معظمه وفي كل خط في خط عمود فقري يعني تلاقي الدفاع عنده عمود فقري لعيبه واقفه على حيلها ما شاء الله بيمسكوا الكوره. حتى اللاعب بتاع السعوديه النهارده عنده اكسجين في جسمه عايز يلعب كوره عايز يخلص من الاخفاقات اللي كانت عنده في الديفندر بتاعه في ماتش روسيا عايز يخلص من اللي حصل له في ماتش اورجواي والسرقه اللي اتسرق فيها جون بيمسك الهواء والكوره بتعدي. انت ما استغلتش كل ده انت في منتخب السعوديه والسعوديه ما تاخدش منك 3 4 اول تايم النهارده تاخد ولا ما تاخدش 3 4 3 4 انت اللي ما بقتش ما فيش ولا لعيب مصري بيضغط على لاعب من السعوديه بيستلم براحته قوي ويباصي وانت واقف مستني الغلطه منه عشان تعمل زي ما قلنا ثرو باس اللي هو لونج ثرو ده لمحمد صلاح اللي ما عندكش غيرها. يا اما صلاح يا عيني بياخد الكره ما عندوش اي مساعد يبص يلاقي تريزيجيه اللي جاي عاملها له ويروح وبيديها له. انما المسافه من 40 يارده بالجري بالكوره والبتاع لوحدك انت خلاص عندك نفس عندك طاقه ما تقدرش تأدي اكتر من انت اديته. انا مش ضد لعيبه مصر انا ضد اختيار اللعيبه اللي هي كانت موجوده مش توليفه توقفك على حالها. يا راجل انت ما عندكش بديل لو فلان وقع. طب يا كابتن كوكا حضرتك قلت ان هو كان ممكن يضيف ده على الشكل المنتخب. اللي احنا شفناه انما هو ما ساعدش نفسه. طب ازاي ممكن كان يضيف الى منتخب مصر احمد حسن كوكا؟ يا اخي كان اهو يعني كان ممكن خفيف يلعب بمهاجم كان ممكن يلعب خفيف شويه الحركه تمام. هو ما ساعدناش في تمام. انما برضو زي ما احنا قلنا زي ما قال ايهاب الخطيب الجهاز المعاون ممكن يطيرك في ثانيه وممكن يحطك في ثانيه. انت لازم يبقى لك لغه معاه انك انت تبقى موجود. في لعيبه اقسم بالله ما ينفع تلعب في فرق في دوري مش عايز اقول يعني. كابتن شريف يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك. من ورا قلبي والله يعني طبعا يعني طبعا يعني الحدث اللي حصل ما يسعدش اي حد. واخونا كابتن ابراهيم محمد يعني الواحد دي حاجه بتاعت ربنا يعني بنستودعه عند الله يعني وربنا يغفر له وحاول نادي الزمالك واخواته واسرته اللعيبه بتاعت الرياضيين كلهم مصر ان شاء الله بكره هنبقى موجودين كلنا واحنا بنودعه طبعا. كابتن شريف يعني حضرتك شرفتنا ونورتنا. كابتن شريف سعيد ان انا معاك يا عمر. ربنا يخليك يا كابتن شريف ده شرف ليا ان انا موجود في اول انت اخويا وابني وكل انت عارف انا بحبك. ربنا يخليك يا كابتن شريف وان شاء الله يا كابتن تكون موجود معايا في اكثر من حلقه. لكن قبل ما أتمنى. نروح لاهلاوي في المونديال وطبعا احنا فقره اهلاوي في المونديال هي يعني فقره مميزه لكل اهلاوي بنتابع او بنبقى بنختار لاعب لحضراتكم لاعب في النادي الاهلي شارك في مونديال ايطاليا 34 او في مونديال ايطاليا 1990 علشان نعرف حضراتكم بيه وبالتالي اختارنا كابتن ابراهيم حسن واحد من اعظم الباكات اليمين اللي جم في تاريخ الكره المصريه. هنروح نشوف التقرير وبعديها استقبل مع حضراتكم ضيفي الاستاذ عماد انور الصحفي بالاهرام العربي. نروح لاهلاوي في المونديال ونرجع مع حضراتكم. سلام لو كانش ابراهيم يا ابراهيم وابراهيم جابها حلوه حلوه حلوه. ابراهيم حسن ظهير أيمن الأهلي الذي انطلق رفقة توأمه حسام عن القلعة الحمراء للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا. اتسم إبراهيم حسن بالسرعة والقوة وامتلاك المهارة أيضا. هو ما دفع الراحل محمود الجوهري للاعتماد عليه أساسيا في تشكيل منتخب مصر بمونديال إيطاليا 90 في جميع المباريات. شارك إبراهيم حسن في 270 دقيقة كاملة للمباريات الثلاث للمنتخب أمام هولندا وإيرلندا وإنجلترا.
قدم أداء طيبا فتح أمامه الباب للاحتراف الأوروبي مع توأمه حسام بعد المونديال في صفوف بوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري قبل العودة لاستكمال المسيرة في الأهلي بعد عامين فقط. إبراهيم حسن أهلاوي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد ورجعنا ليكم علشان اكمل مع حضراتكم الفقره الاخيره مع ضيفي الاستاذ عماد انور الصحفي بالاهرام العربي علشان نتكلم معاه ايضا بخصوص مباراه مصر والسعوديه بشكل كبير من الناحيه الفنيه والعوامل اللي ادت لخساره منتخب مصر بالشكل اللي حضراتكم شفتوه وايضا في الوقت بدل الضائع. الوقت بدل الضائع بقى يمثل للمنتخب المصري تهديد كبير ان كل ما الوقت الاصلي يخلص ونقرب من الوقت الضايع لو في نتيجه ايجابيه بيكون خطر على المنتخب المصري وبتكون عرضه اكبر لاستقبال منتخب مصر هدف ويعني انهاء كل الاحلام والطموحات اللي بتكون موجوده عند الشعب المصري اللي آزر منتخب مصر في روسيا وصرف كتير جدا علشان يكون موجود وكان مستني ان هو يكون في يعني بهجه وسرور في رحلته في روسيا لكن للاسف يعني بيبقى شعور وحش جدا ان انت لما تبقى موجود في بلد معاك منتخبات عربيه كتير او منتخبات افريقيه او منتخبات عالميه وللاسف في المنتخب او النادي اللي بتشجعه ما يحققلكش الطموحات اللي انت كنت مستنيها. فنامل بقى ان جمهور منتخب مصر يستمتع بوجوده في روسيا يتفسح وينتهز فرصته ان هو موجود وان شاء الله يبقى ليه احتفالات جايه كتير جدا في بطولات ليه المنتخب الوطني زي ما فرحنا قبل كده ان شاء الله يقدروا ان هم يفرحونا تاني. والتالت استاذ عماد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن عمر. يعني زي ما حضرتك تابعت كان يوم حزين جدا للكره المصريه و 2-1 امام المنتخب السعودي. المنتخب السعودي بيتفوق على منتخب مصر مع احترامنا الكامل للمنتخب السعودي لكن منتخب مصر كاسماء وكمحترفين عنده لعيب على اعلى مستوى. منتخب السعوديه في الفتره الاخيره أو في شهر واحد الماضي سمح لسبع لاعبين بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني إن هم يبقوا موجودين في مع أندية إسبانية ولكن ما كانش فيه المشاركة الأساسية، معظم اللعيبة أو 90% من اللعيبة ما شاركوش خالص يعني ممكن مباراة مبارتين فبالتالي حالة لاعبي منتخب مصر أفضل بكتير، لكن اتفاجئنا إن منتخب مصر تقدم 1-0 وقلنا الأداء يعني مش وحش بس هنقدر نحقق أول فوز في تاريخ منتخب مصر. ضيعنا اكتر من فرصه حضرتك عارف يعني القاعده الشهيره في كره القدم اللي بيضيع اهداف بيقبل اهداف. دخل فينا هدف طبعا الحضري طبعا سبحان ما شاء الله صد ركله جزاء ركله جزاء ثانيه ممكن نكون يعني او الحكم كان فيه تحامل لكن عدم تركيز اخطاء متكرره لا مبالاه في الملعب اخفاق بدني ذهني معنوي مفيش اي طموحات عند اللعيبه ادت الى هدف في الدقيقه 95 وفوز المنتخب السعودي بنتيجه 2-1 علشان تحقق حاله من الاحباط الغير طبيعيه اللي شفناها. يمكن انا فاكر مباراه مصر والجزائر اللي كانت في السودان دي يعني حاله احباط كبيره جدا عشان وصلنا وما حققناش. اولا خلينا نستغل بس فرصه وجودي معاك يا كابتن عمر وانعي الكابتن عبد الرحيم محمد طبعا ربنا يرحمه ويتقبله ويلهم اهله الصبر والسلوان. بالنسبه لمنتخب مصر احنا للاسف بدل ما نخرج بانجاز وهو فوز وحيد في المونديال في تاريخنا لو ممكن كان يتحقق على المنتخب السعودي احنا منحنا المنتخب السعودي انجاز ثاني هو اول منتخب عربي يحقق فوز في مونديال لروسيا ثانيا احنا ادينا له ثالث فوز في تاريخه في المونديال وفرصه سهله جدا اديناها له على طبق من فضه زي ما بيقولوا واحنا كنا اقرب للفوز لو احنا كنا ذهب مش فضه ده ذهب يعني حضرتك مفيش بلاتين احسن من كده فرصه ان احنا كان عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نحقق اول فوز لينا في تاريخ كاس العالم احنا بقى ادينا الفرصه دي للمنتخب السعودي بسهوله شديده جدا دون هم ما يحسوا باي مجهود. انا شايف احنا في حتى الشوط الاولاني احنا مش عايز اقول كنا افضل المنتخب السعودي كان بيلعب فيه ثلاث لعيبه تقريبا بس فهد المولد واللي هو سالم الفرج سالم الفرج رقم 7 وهما يعني دول اكتر اثنين شكلوا خطوره غير كده احنا ما شفناش المنتخب السعودي طول الشوط الاول ما قدرناش نستغل ده حتى وان احنا نطلع بنتيجه مثلا 2-0 او وطبعا فكره البلانت اللي جه في اخر ثواني دوت انا مش عايز اقول ان هو هبط من عزيمه المنتخب المصري وكده الحكم طبعا كان ليه دور كبير جدا في انه نوقف اللعب 3 دقائق او حاجه اكيد دي بتاثر على نفسيه اللعيبه
لكن نقدر نقول ان احنا اهدرنا فرصه كبيره جدا ان احنا نحقق فوز في تاريخنا في المنتخب بسهوله شديده جدا ومنحناها للمنتخب السعودي. يعني انا دايما مش بحب ان انا يعني اوجد اعذار او اوجد شماعات زي ما بنقول، لكن الحكم تحامل عليك، الحكم يعني احتسب ركلتين جزاء، واحده جت واحده ما جتش، لكن هل بالمستوى اللي حضرتك شفته ده كان منتخب مصر قادر على الفوز اصلا؟ يعني حضرتك حتى لو ركلتين الجزاء ما كانوش جم، المنتخب السعودي احرز الهدف الثاني بعيد عن انه جاب ركله جزاء، هو جاب هدف ثاني من مجهود فرد، وبالتالي المباراه كانت ممكن تنتهي 1-1. لكن مشكله الدقيقه 95 ومشكله عدم تركيز لعيبه منتخب مصر، موضوع يعني قله في اللياقه البدنيه، مفروض طبيعي ان في اخر الموسم اللاعب يبقى في التوب فورم بتاعه، لكن بنشوف لعيبه مستسلمه، مفيش ضغط، مفيش شراسه، مفيش واحد على واحد، مفيش تسديدات على المرمى، مفيش جمل، مفيش شكل، مفيش لهون، مفيش اي حاجه. بس انت لعيب كوره وعارف كويس جدا ان في بين الشوطين الاستراحه دي، بين الشوطين بيحصل فيها حاجات كتير جدا، وبيبدا المدرب يوجههم. اللعيبه نزلت في الشوط الثاني اسوأ من الشوط الاول، قال لهم ايه كوبر انا مش فاهم، عزيمتها قلت جدا، ما كانش في حماس. احنا طول الوقت بنتعامل مع الماتش زي الموظفين، بنيجي في اخر بنكسر خمس دقايق بنلم ورقنا بقى وبنقفل الدرج ونلبس الجاكيت ونجهز الطربوش، كل ده بنتعامل موظفين. حصل في الثلاث ماتشات بتوعنا، فانا مستغرب، هو مش المفروض برضو انت ادرى مني بالموضوع ده، مش في كابتن واقف بره يلا يا رجاله شدوا حيلكم فاضل دقيقه فاضل دقيقتين، ولا لما بيقول لهم دوت هم بيكسلوا؟ يعني يا استاذ عماد، اللي انا يعني حتى لو مفيش كده، يعني انا قدامي يعني شاشه كبيره جدا في الاستاد، باين الوقت، باين ان انا المفروض ان كل ما المباراه تقرب على النهايه المفروض ان انا ازداد عزيمه واصرار ان انا انهي المباراه في صالحي. اللي انا عارفه واللي احنا متعودين عليه جوه النادي الاهلي ان احنا في الوقت البدل الضايع بتجيب اهداف، تمام، مش بيخش فينا اهداف، تمام، عشان هو الاخر دقيقه في مش متعود في الاهلي ان هو اللعيب بيطمن، اللعيب ما بيطمنش، انا عايز لو جايب لو فايز بفرق واحد عايز افوز بفرق اثنين، لو خسران عايز اتعادل واكسب، لو فاضل حتى خمس دقائق ده الفرق. انما هي في المنتخب لا، في هبوط شديد جدا في اخر ثلاث دقائق، ودايما في الوقت بدل الضايع تحس ان الناس بتلم اوراقها ان خلاص مستنيين هما يقولوا لنا ما يروح. وده انت بتلعب في كاس عالم، بس في حاجه مهمه جدا، انا رايح كاس عالم، ايه اللي اتعمل وايه التخطيط اللي حصل؟ سيبك من التخطيط الفني خالص، ايه الاجواء اللي توفرت عشان احنا نلعب كاس عالم؟ ولا حاجه. ايه اللي اهلته للعيبه بتاعتي عشان اقدر انا بقول انا بلعب مباريات كبيره؟ فكره اللعيب تحت ضغط ديت فكره عفى عليها الزمن، لو انا بلعب في بطوله زي دي كبيره، يعني تحت ضغط يعني ايه تحت ضغط؟ يعني ايه لعيبه تحت ضغط؟ ما يعني انت هنا بتلعب من غير جمهور بقالك كام سنه، ما هو اللعيب مش متعود على الضغط، بس انا رايح كاس عالم وعارف ان انا رايح كاس عالم من ست شهور. وبالعكس كمان انت الجمهور معاك، الجمهور في صفك، يعني مباراه مصر وروسيا فرضا، يعني انه هنا ان هنا مثلا احنا في مصر ما فيش جمهور، انما انت رايح كاس عالم وانا عارف من شهر نوفمبر ان انا رايح كاس عالم. في اجواء كتيره، يعني في حاجات كتيره علامات استفهام كتيره قوي من اول لما المنتخب سافر لحد دلوقتي، ليه سايبينها؟ ليه ما حدش بيرد عليها؟ ليه طول الوقت البعثه اللي هناك او مسؤولي الاتحاد الكوره دايما يبعتوا تبريرات؟ اصل لا ما فيش صور، اصل لا ما فيش تذاكر، اصل لا ليه كل ده؟ احنا المفروض في اجواء ثانيه خالص، نفصل اللعيبه دي عن كل حاجه. اهلت اللعيبه دي ازاي؟ اهلت اللعيبه دي ازاي انها تستعد تلعب مباريات زي دي؟ انها هتقابل منتخبات زي كده، فرضا ان احنا كنا طلعنا اول مجموعه او ثاني مجموعه، كنت هتقابل مين؟ البرتغال او اسبانيا؟ كنت هتعمل ايه معاهم؟ انت طول الوقت بتعتمد على لاعب واحد، ما انت لسه لاعب البرتغال وخسران 2-1، طول الوقت بتعتمد على لاعب واحد. اللاعب الواحد حتى اللي انت بتعتمد عليه، الراجل لما جاب الجون مفيش فرحه، عشان كله عمال يقول لك ايه مفيش حاجه، صلاح عمل على تويتر مفيش حاجه، ازاي يعني؟ طب وصلاح اللي عمله صلاح ده انت جايب الجون الاول، يعني 1-0، مش هقول لك اتعادل ما يفرحش، انت جايب الجون الاولاني، انت سابق بهدف، الراجل ما فرحش، ده ليه؟ كان عامل كده ليه الراجل؟ تعبان؟ لا طبعا، هي العوامل الخارجيه. كان معايا استاذ ايهاب الخطيب، قال له حضرتك ما تكون موجود معايا مداخله، قال ان المنتخب لم يهيئ الاجواء المناسبه لمعظم او كل لعيبه منتخب مصر، وبالاخص النجم الاوحد والنجم الاكبر اللي مفروض ان انت 50% من قوتك هي تنكم في محمد صلاح. فبالتالي زي ما حضرتك شفت يعني لغط كبير جدا وكلام بيتقال وكلام، وزي ما حضرتك قلت ما فيش برضه رد ولا في كلام ولا في تواصل مع البعثه اللي موجوده مع المنتخب مصر. فبالتالي الراجل كان محبط، يعني على السوشيال ميديا شفنا ان الناس، يعني اللي انا شايفه ان محمد صلاح ده حتى لو عمل ايه، محمد صلاح ده
عمل كتير جدا لمصر وعمل كتير جدا ل فاحنا نفرح. فبالتالي يعني ما اعتقدش ان ينفع حد يهاجمه او ما ينفعش حد ان هو لا يهيئ ليه الاجواء الصحيه اللي تتناسب مع كونه نجم وثالث احسن لاعب في العالم. كابتن عمر، هو محمد صلاح اصلا عمل ايه؟ محمد صلاح عنده ماتش وبايت انت خدت اول مباراه، ده اول مباراه قال لك في ماتش روسيا قال ده مش عايز يتعب نفسه، ده خايف على دراعه. خليني هكلمك في ديت، انا بس بقول لك محمد صلاح نايم قبل ماتش السعوديه، الراجل عنده مشكله قد كده وهجوم من الصحف الانجليزيه والامريكيه ومشكله حد خلقها له، وهو يعني فين الاجواء اللي هيلعبها. ماتش روسيا هو تحمل على نفسه، بس انا كنت افضل انه ما يلعبش، مش بهاجمه وبقول ما يلعبش. معلش لو كان حصل اي احتكاك بخشونه شويه كان تفاقمت الاصابه ورجعنا تاني. الراجل عنده معسكر بتاع ليفربول كمان اسبوع او اتنين، وكان كان سببنا له في مشكله اكبر. يعني لو في شفاء بنسبه 100% ينزل مفيش مشكله. هو محمد صلاح في الماتش روسيا هو ده التحامات محمد صلاح؟ لا طبعا، الراجل تعبان، انا مش هقدر الوم عليه. هو خايف على نفسه، حتى لو هو سليم حضرتك عارف ان دايما اي لاعب في بدايه اصابته في اول مشاركه ليه بيكون حريص جدا على عدم رجوع الاصابه لنفس المكان. طبعا، لكن عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هل محمد صلاح المفروض ان هو عنده من الخبره او اتعلم دلوقتي ان هو ازاي يتعامل مع الضغط؟ مشكله الشيشان دي مشكله كبيره جدا وسببت له ارهاق كبير جدا وتفكير وكلام مع وكيل اعماله وكلام معاه. هل محمد صلاح محتاج يتعلم ان هو زي ما بنقول ان هو يكبر دماغه، يسيب الاعلام يتكلم، واهم حاجه انه يفضل مكمل في الطريق اللي هو ماشي فيه علشان ما حدش ياثر عليه؟ محمد صلاح اكتر لعيب في مصر بيتعلم ان هو يكبر دماغه وبيلعب تحت ضغط. تمام. ده بيلعب يعني واحد من اقوى خمس دوريات في العالم. مظبوط، انا بتكلم على الازمه دي ازمه نتكلم بقى في حجم الازمه دي. ازمه يعني محمد صلاح يكبر دماغه في انه لعب وحش، في ان فرقته اتغلبت، في ما كانش كويس في التمرين، في كده، في حد انتقده من الجماهير على ادائه. يكبر دماغه، بيعرف يكبر دماغه كويس، تربيه اوروبي زي ما بيقول. تمام. انما دي ازمه سياسيه هو اصلا ما عندوش فيها اي خلفيه ولا عنده خبره، ما عندوش فيها اي خلفيه. وانت عندك كام واحد، كابتن هاني رمزي وقع في ازمه ثانيه وهو في المانيا، الحركه اللي عملها بيشاور قال لك ده ضد النازيه، كان هيتسبب له في مشكله. انما الرئيس الشيشان اللي هو رمضان ادريوف هو متعود يعمل كده مع اللعيبه الكبار، عمل مع مارادونا، يعني دعا لعيبه كتير، دعا لعيبه كتير قوي. تمام. وبيعمل ماتشات وديه وهو بينزل يلعب. تمام. ويلبس التريننج ويلبس كده. يمكن محمد صلاح استغله بشكل مختلف، بس هي ياما الكوره استغلت في السياسه. ما كانش المفروض محمد صلاح هو يبقى عنده الوعي ده، كان المفروض هو ايه تصرفاتي حضرتك لما انا اقول لك انا عازم بعثه منتخب مصر اللي انا مستضيفها عندي في مدينه الشيشان في مدينه جروزني على العشاء، ومش بس المنتخب مصر، ده البعثه الاعلاميه بالكامل موجوده مع منتخب مصر. ايه رد فعل محمد صلاح؟ ايه اللي ممكن محمد صلاح يعمله علشان يتفادى وجوده مع المنتخب على دعوه العشاء؟ ولا هو ولا غيره حطك في حرج. انت رايح لراجل في دعوه عشاء قال لك انا منحتك المواطنه. فيه لا ما يقدرش، ولا هو ولا غيره. ما هو ده ولا لو حضرتك موجود هناك، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. فبالتالي ان محمد صلاح هو مش هو يعني مش هو اللي راح من نفسه، او هو ما دعاش محمد صلاح لوحده. فبالتالي ان الصحف العالميه تكتب عن محمد صلاح الكلام اللي احنا شفناه ده، واضح ان هم يعني هم عايزين ينتقدوه في حته معينه او عايزين ياخدوه لحته معينه عشان عارفين ان هو قوه كبيره جدا دلوقتي طبعا يعني في طبعا في مصر وفي افريقيا في الوطن العربي. فبالتالي هم مش عايزين ان هو يمثل العرب ويمثل المصريين مع رئيس الشيشان. وارد جدا بنسبه كبيره اللي حضرتك بتقوله صح، خصوصا ان لو احنا رجعنا اول لما اتحدد اقامه المنتخب المصري في جروزني، عايز اقول لك في مؤسسه هيومن رايتس ووتش دي اعترضت جدا وانتقدت اقامه المنتخب هناك، وقالت ان دي دوله رئيسها دكتاتور وعليه قضايا قد كده وعليه يعني مآخذ قد كده في طريقته. فده من زمان. فلو انت هتربط الاعتراض بتاع شهر تقريبا نوفمبر اول ما تحدد اقامه المنتخب باللي حاصل دلوقتي، ان اول الجرايد اللي كتبت كانت حاجه زي بي بي سي والسي ان ان امريكا وانجلترا، ولو انت فتحت المواقع بتاعتهم مش هتلاقي اي مصدر رسمي مصرح باي حاجه. هم بس راصدين حاجه، اصل محمد صلاح طلع مع رئيس الشيشان مجرد حاجه، ورايه الشخصي ان دي حاجه ما كان يجب لصلاح ان هو يطلع بالمنظر دوت او يستغل سياسيا. هي الرابطه اللي انت بتقولها ممكن تكون بنسبه كبيره صح، لكن محمد صلاح نفسه انا ما اقدرش الومه. انا ده لعيب كوره مش ده اللي انا بتكلم فيه. لكن هل حضرتك شايف ان ممكن كان بعثه منتخب مصر او الجهاز الفني والاداري ان هو كان يهيئ الاجواء افضل من كده للاعبي المنتخب؟ وهل حضرتك النقطه اللي فيها علامات استفهام
بالنسبه احنا يعني بننقل الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتكتب. احنا مش بنقول مش بنختلق كلام، لكن برضو تاني معسكر اقامه منتخب مصر في جروزني، هل حضرتك شايف ان هو كان في ارهاق للاعبي منتخب مصر تنقل لثلاث بلاد زي ايكاترينبورغ، فولجوغراد، سان بيترسبورغ؟ هل حضرتك شايف ان منتخب مصر بعد ما حقق اعلى منتخب في المونديال بيطير لمسافات للمشاركه في مباريات، يعني هو اعلى منتخب عمل مسافات كيلو طيران؟ طبعا. فهل حضرتك شايف ان ممكن كان المعسكر المنتخب يتم تهيئته بشكل مختلف عن الشكل اللي موجود دلوقتي، وده كان هيفرق مع نفسيه اللاعبين ولا لا؟ طبعا. خلينا نبدا من اول اختيار الفندق. دايما اتحاد الكوره بيطلع ايه المبرر او السبب اللي هو اتخذ من خلاله القرار. تمام. قال لك ان الفندق اللي في جروزني ده عشان بيتوفر له ملعب على بعد 7 دقائق بس ماشي، عشان يعني عندهم مبرراتهم. لكن طب انا فين ترد عليا فكره المسافات الطويله اللي اتقطعت، فكره 18 ساعه سفر النهارده، فكره ان انت تروح من جروزني مره لسان بيترسبورغ مره في الفجراد مره، رد عليا في كل ده، ده مش ارهاق على اللعيبه؟ قالوا ان مستر هكتور كوبر هو اللي اختار. هو اختار ده؟ لا هو بس اختار. انا مش عارف يعني ما هو راجل برضه ايه يعني مش بيقرا كل متابع، بس مش متابع قوي للغه يعني. لا انا شايف ان هو برضه ايه يعني معلش يعني انا ليه دايما يا كابتن بعد اذنك يعني ليه دايما انا رد فعل؟ يعني ليه انا فاهم قصدك، ليه لما يطلع امبارح ان اتحاد الكوره اخد 1,800,000 جنيه ثمن الاقامه والمصاريف كلها، ليه انا استنى لما يترد عليا ما يتقال كده الاتهام او مرادد على الاتهام؟ لما يطلع ان في تذاكر اللي هي بتاعت اسر اللعيبه بتتباع سوق سوداء في الفندق اللي مقيم اللي قاعد فيه اللعيبه، اطلع ارد اقول لا التذاكر كانت 1 2 3، ليه كل ده؟ وايه اصلا اللي خرج التذاكر؟ جمهور عادي جدا، شخص عادي جدا مشجع، ايه اللي جاب تحت ايده تذكره زي ديت ومصورها وداخل في اكتر من قناه فضائيه وقايل كل الكلام ده؟ طب انا عايز اسالك سؤال بالنسبه للتذاكر. حضرتك لو انا اديتك تذكره لمباراه كاس عالم، هل حضرتك مش ممكن تستغلها استغلال مادي؟ ولا يعني انا مثلا دلوقتي انا التذكره عامله ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك. لما كنت موجود في اوروبا وكان كل مباراه في ملعبنا بيكون لينا حصه من التذاكر، كل لعيب يبقى ليه 3-4 تذاكر خاصه بالعائله بزوجته باولاده، تمام؟ انا اديت واحد صاحبي طلب مني تذكره او تذكرتين على سبيل المثال مثلا يعني، واديته تذكره تمام؟ وهو استغلها استغلال سيء وباعها. ابيعها في الفندق اللي انت قاعد فيه؟ لا انا بتكلم في النقطه ايه؟ انا بتكلم لا مالكش ذنب. انا بتكلم في النقطه دي مالكش ذنب، مالكش ذنب. لكن هو العيب على ان انا ادي تذكره لواحد مالكش ذنب بدل ما هو فعلا عايز يروح يحضر المباراه ويستمتع بيها يبيعها بيستغلها استغلال سيء. وحضرتك عارف ان دايما ايه يعني الحسنه بتخص والسيئه بتعم. تمام. فهو عمل للاسف حاجه يعني اضرت بكل الناس اللي موجودين وحاجه يعني كله هيتسال فيها، فده اللي بقول لحضرتك عليه. يعني للاسف تصرفات صغيره المفروض ناخد بالنا منها يعني بتؤدي لمشاكل كبيره جدا جدا موجوده. ما هو مين اللي المفروض ياخد باله منها؟ مين اللي يحكم حكايه التذاكر دي؟ طبعًا. الناس المسؤوله عن التذاكر ما كلمكش في لاعب. طبعا. بص انت 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 كالعاده وكاي بطوله كبيره سواء الاولمبياد سواء مشاركتنا في بطوله كبيره، انت كلمه واحده اللي بتسمعها هتسمع ايه بكره؟ ان المطالبه بفتح تحقيق على اخفاق مصر خلاص. يعني الصبح فنطالب وزير الرياضه ونطالب المسؤولين، كل مره نفس الحكايه. 2016 الاخفاق بتاع دوره الالعاب الاولمبيه، المره دي اخفاق ما بيحصلش اي حاجه. الناس بتفهم النقد ان احنا ضدهم، ما حدش ضد حد، احنا عايزين نفرح. انا بقول لك انت مبيت ملايين يعني حزانه، يعني الشعب كله فعلا حزين. انت كنت بتستنى يعني انا اول مثلا ثلث ساعه في الماتش فرحت جدا، فيها هجمات، في كذا في كذا، عصام كان الحضر كابتن عصام الحضري بشكل كويس جدا، ما عرفناش نحتفل بيه. انا قلت ان هو ان يعني ان الماتش ده هيعدي هيخلينا نفرح شويه، مش هننسى ان احنا خرجنا، بس في الاخر هنقول ان احنا طلعنا عندنا حاجه عملناها في كاس العالم. انما فرقه اقل منك فنيا، مع احترامي للمنتخب السعوديه، اقل منك فنيا يعني ما تقدرش تجاريك خالص، انت تلعبها بلعيبه نص اللعيبه دي تلعب على السعوديه وتكسبها، انت كسبان. طب تعالى اخدك كده لحته ثانيه لمونديال ايطاليا 1990. تمام. ما هو الفارق ما بين الجهاز الفني اللي موجود واللاعبين منتخب مصر 1990 وبين الجيل الحالي؟ بالرغم من ان مجموعه منتخب مصر في 90 هولندا، انجلترا، ايرلندا، طلعنا بنقطتين، هزيمه غير مستحقه امام انجلترا، 2018 ثلاث هزايم،
أورجواي 1-0، روسيا 3-1، السعودية 2-1. ما هو الفارق ما بين الجيلين؟ وهل ممكن ان احنا لما نوصل كاس عالم او لو وصلنا كاس عالم تاني هل ممكن ان احنا نتعلم من اخطائنا ونستفيد بتجربه كابتن جوري الله يرحمه مع اللعيبه اللي كانوا اسماء ونجوم؟ انت اكيد سمعت اكتر مننا عن جيل 90 بس خليني اقول لك حاجه صغيره جدا سمعتها من الكابتن هشام يكن. تمام. قال ان احنا قبل اول ماتش، ماتش هولندا، جالنا فاكس ان في بعثه طياره جايه من مصر عشان تؤازر المنتخب في مباراه هولندا. تمام. انا بكلمك في حاجه شبيهه. انت دلوقتي لسه بتكلمني بتقول لي ان حصل الفندق وفي اقتحام، يعني في انتهاك للفندق، في حاجات كده. انت بتكلمني حاجات كتير جدا ان معسكر المنتخب ما كانش بالشكل اللي يليق بمنتخب رايح يلعب كاس عالم. لكن انا هكلمك في جيل 90 لما قالوا ان في طياره رايحه برده من 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 فنانين، من نجوم مجتمع، رايحه تشجع المنتخب في كاس العالم. كابتن جوهري اصدر قرار قال الطياره ما تجيش على الفندق، الطياره تروح على الملعب مباشره. ده فرق بسيط جدا. الفرق في الجديه وفي ان انت قافل بجد على اللعيبه بتاعتك. شوف كابتن جوهري، لو انت كنت محتاج، يعني احنا كنا بنلوم ان الدوري اتلغى في 90، شوف قعد كام يوم، شوف اخذ اللعيبه فين، شوف وداهم صحراء. كل لعيبه اللي بتحكي احنا ايه اللي حصل يا كابتن جوهري، احنا ايه اللي حصل، احنا ايه اللي حصل هنا. طب انت لعبت 5 ماتشات ودي وثلاثة رسمي في كاس العالم، الفكرة مش ان انت ما كسبتش، انت لعبت 8 ماتشات بطريقة واحدة. انت لعبت الكويت اللي هي بقالها 3 سنين ما بتلعبش رسمي، لعبتها زي ما لعبت روسيا، لعبتها زي ما لعبت أورجواي. هو الراجل عنده ثقة جدا في طريقته. صرح بعد الماتش في المؤتمر الصحفي ان هي ديت استراتيجيتنا، هي ديت اللي انا اقدر العب بيها على طول، بقدر اوفق لعيبتي عليها، وان احنا لو ما لعبناش بيها من الاول ما كناش صعدنا كاس العالم. هو عنده قناعه شديده، انت مش هتغير، ده 62 سنه كبرى، انت هتغير في دماغه ايه دلوقتي؟ فانت عملت ايه جديد؟ يعني حضرتك، يعني مشكله الوقت بدل الضايع، ان احنا بيخش فينا هدف في الوقت بدل الضايع. مباراه أورجواي خطا بدون اي لازمه مع لاعب المفروض ان هو عنده خبره كبيره جدا محمد عبد الشافي، لكن خطا اكيد غير مقصود. لكن بعد الخطا انت، احنا قدمنا ايه؟ 3 لعيبه طالعين ياخدوا الكوره ولاعب واحد من منتخب أورجواي بيتفوق عليهم في اخر وقت من المباراه، وعندك عيب كبير لما بيخش فيك هدف مش بتعرف تعوض. ماتش روسيا شوط اول 0-0، قلنا المنتخب بيأدي بشكل كويس، يعني احسن من اللي احنا بنشوفه، يعني الحمد، يعني كويس الحمد لله. الشوط الثاني على طول هدف وقعت، دخل فيك الثاني في الثالث. يعني تفسير حضرتك، هل ممكن نقول ان الضغط اللي موجود من السوشيال ميديا ومن الاعلام ومن الجمهور ومن المواضيع متفرعه خاصه بمحمد صلاح، انه يعني انا بحس ان محمد صلاح لما بيبقى في حالته النفسيه تكون كويسه منتخب مصر بيكون كويس، هو بيعكس او بيدي انعكاس للاعبي منتخب مصر، بيديهم بهجه وبيديهم امل وبيديهم سرور، اللعيبه بتكون فرحانه انها تلعب مع محمد صلاح. هل حضرتك شايف ان مشكله الوقت بدل الضايع دي، يعني ازاي منتخب مصر مع ليستر هيكتور كوبر ما قدرش ان هو يحل المشكله اللي موجوده عنده بقالها يمكن من ماتش، يعني لو هنتكلم من وقت قريب من ماتش البرتغال. طب انت كلمتني في حاجه، قلت لي ان اللعيبه اتشكل عليها ضغط من السوشيال ميديا. تمام. خليني بس اخد لك النقطه دي. هو ايه اصلا وصل اللعيبه للسوشيال ميديا؟ لا وليه اللعيبه اصلا، ما ده اللي بكلمك فيه، وليه اللعيبه اصلا يبقى هي على موقع التواصل ليه؟ طيب النهارده عمرو ورده بعد ما منتخب مصر خرج على تويتر بيعتذر للشعب المصري على السوشيال ميديا. تمام. فاكيد اللعيبه وهي في المعسكر اكيد بيكون في تواصل وبتسمع ردود الافعال، ايه راي الجمهور في الماتش النهارده، طيب ايه راي النقاد الرياضيين، اكيد بيتابعوا. يا كابتن وانت في معسكر ما كانوش بياخدوا منكم الموبايلات؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. انا بوجهه نظري بقول ان منتخب مصر محتاج مدير فني مصري، ممكن نكون يعني عندنا او ما عندناش الكادر. ليه؟ عشان مدرب بعقليه اوروبيه مش عنده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. يعني انا مثلا مدرب اجنبي ياخد مني الموبايل ليه؟ يقول لي لا انت حر، دي حاجتك وانت حر فيها انت، بالنسبه لي انا عايزك يوم الماتش عايزك ان انت تأدي الاداء اللي انا عايزه. لكن مدرب مصري عارف ان في عوامل خارجيه، بمعنى لما يكون في بعثه من الجماهير متوجهه مثلا الى الفندق او الى مقر الاقامه، المدير الفني الاجنبي هيسيبهم، لكن المدير الفني المصري هيبقى عارف ان اللاعب المصري ممكن يتاثر
بالاجواء دي فممكن ما يكونش موفق او يغيب عنه التركيز. يبقى انا صح انت كلامك صح. يبقى انا من الاول ارجع لاول نقطه انا ابدا فيها من عند المدرب الجديد اللي هيجي، ان انا اثقف اللعيبه. خلي دلوقتي ان منتخب البرازيل عنده مثلا عنده ماتش بكره مهم جدا، والنهارده في التمرين اسرهم كلهم موجوده. منتخب البرازيل بكره الصبح او في وقت الماتش هيلعب كان ابنه ما كانش معاه امبارح ولا كان بيهزر ولا كان الكلام ده. فدي ثقافه لعب. احنا ما عندناش ثقافه اللعيبه دي. اللعيبه المصريين ما عندهاش الثقافه دي. انا بقول لك لاعب واحد بس في المنتخب هو محمد صلاح اللي يمكن عنده الثقافه دي لانه بدا حياته من هو صغير بره. انا بتكلم على اللعيبه الموجودين حاليا يعني حتى في المنتخب. بقيت اللعيبه الثانيه متاثرين بشكل او باخر بالامور المحليه يمكن عشان مش في دوريات قويه، حتى انني برضو انا يعني ما اقدرش يعني اقول لك انه مستواه يعني ثابت او مستواه بيجي في اوقات كويس وفي اوقات وحش، لكن محمد صلاح هو الوحيد اللي عنده الثقافه الكرويه اللي هو يقدر يفصل بين اي الامور اللي هي الشخصيه او اي امور بره المعسكر، ولما يدخل خلاص انا راجل داخل شغلي كل الكلام ده. انت مش هتلاقي تاني ويمكن انت توافقني في الحكايه دي مجموعه اسهل من اللي انت كنت فيها. انت بسهوله مش بسهوله جدا ان الناس بتقول روسيا جامده، يعني انا استغربت من ان الناس تقول لا روسيا فرقه قويه. لا انت كنت تكسب اورجواي كمان يعني النهارده اورجواي بتفوز على روسيا 3-0 في ملعبها وسط جمهورها، فبالتالي زي ما حضرتك ما بتقول اسهل مجموعه في المونديال كل المجموعه. اليابان منتخب عنده فكر وعنده رؤيه، عارف بيجيب مدير فني ملم بالامور الافريقيه وعنده خبره قبل كده مع منتخبات افريقيه، حقق انجازات، عنده منتخب اولمبي على اعلى مستوى وبيستمد منه بلعيبه في موجوده في المنتخب الاول، عنده منتخب محليين حقق البطوله، فبالتالي عنده المنظومه مزبوط. مكتمله مزبوط. يعني احنا دلوقتي لما زي ما حضرتك ما بتشوف احنا عندنا الفكر نفسه في القاعدة كرة القدم الأساسية هي الناشئين، لا فيها أخطاء إدارية كتيرة جدا. وأنا ما عنديش أنا ما عنديش ثقة في نفسي. فين الثقة اللي تخليني أنا كده فرقت إيه عن بنما؟ أنا آسف يعني في التشبيه، بس فعلا بنما امبارح خسرانة ولما جابت جون فرحت إنها جابت جون. أنا فرحت، أنا مصري، أنا وصيف كأس أمم أفريقيا، بس مش أنا مش هقعد أقول لك أنا مصري وإحنا عملنا كذا. يعني إحنا في الآخر حتى برضو أمم أفريقيا كان عندنا نفس الغلطات، بنكسب يا واحد يا اتنين فرق واحد هو بالعافيه، ولما بيخش فينا جول بنبقى هبطانين. دي كلها ثقافه كوره، ثقافه كوره دي عايزه تخطيط، عايزه مش بس مدير فني، دي عايزه لجنه فنيه تقدر تتعامل مع اللعيبه المصريين، تقدر تقول لهم انتوا ده 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 الشغل الاحترافي، انتوا دلوقتي لعيبه المفروض بتمثلوا مصر، احنا عندنا تصفيات في شهر 9 المفروض نبقى جاهزين لكل ده، اقدر اتجاوز كل حاجه، ما ادخلش بطوله كاس عالم اللي بعد 28 سنه ما شفتهاش اجي ادي الاداء ده. تفسيرك بوجود ثلاث تغييرات هم اللي في كل مباراه، عمرو ورده، رمضان صبحي، محمود كهربا. ممكن نقول ان عمرو ورده مش زي رمضان صبحي وكهربا في كل مباراه بيبقى موجود، عارفين مين نازل وعارفين مين خارج، لكن اللي احنا مش بنعرفه التوقيت. هل حضرتك شايف ان ده لوجيكا وده حاجه عقلانيه في كره القدم، ان انت تعطي الفرصه فقط ل 11 لاعب مبدئيا موجودين في ارض الملعب لم يحققوا اي شيء فيه، او بعض حقق وبعض لم يحقق في مباراه اولى امام اورجواي اخفق فيها في مباراه روسيا ايضا بثلاث اهداف؟ هل حضرتك شايف ان مباراه السعوديه كانت ممكن تكون فرصه لمستر هكتور كوبر ان هو يجدد الدماء، حتى لو بلاعب او اثنين يعطيهم بعض الفرص ان هم يدوا دفعه قويه للمنتخب في ظل طبعا الخسارتين في اورجواي وفي روسيا؟ كوبر اختار 23 لاعب سافروا معاه، قبلها دخل حوالي اكتر من 30 لاعب صح المعسكر، بس كله كان منظر كده، ما حدش انت لو سالت السبع اللعيبه اللي بره ال 23 بينك وبينهم كل واحد هيقول لك انا ما عنديش امل اكمل واخش ايه القائمه النهائيه بتاعت كاس العالم. هو عنده كلمة شهيرة جدا للأسف يقول لك إيه؟ أنا باخد اللي حفظ طريقة لعبي. يعني إيه يعني ما هو يعني إيه اللي حفظ طريقة طب ما أنت حفظ ناس طريقة لعبك. ما هو أنا ممكن واحد تاني أجيبه حفظه يعني ولا يعني عم. رمضان صبحي مثلا في فترات كتيرة بيلعب ببطء. أنا هغير يعني هنزله. أنت في ماتش روسيا أحسن لعيب كان عندك في الماتش تريزيجيه. غيرته. ليه؟ طب انا هقول لك حاجه على عكس، بس هقول لك على حاجه صغيره جدا. البرازيل في ماتشات الاخير قدام كوستاريكا طبعا مع فرق التشبيه الكبير جدا نزل مهاجم، يعني نزل مهاجم وتخلى عن الدفاع خالص عايز يكسب. فانت يعني ايه تفكيرك؟
هل ممكن نقول ان كل ان هو اختيار 23 لاعب او كل مدير فني في لعبه كره القدم يكون ليه عدد من اللعيبه موجودين معاه في قائمه في كاس عالم او في بطوله بيقول ان كل مباراه بيكون ليها طريقه لعبها، كل مباراه بيكون ليها اسلوبها، كل مباراه بيكون ليها رجالتها بلغه الكره زي ما بنقول، ولا كل يعني اللعيبه اللي موجوده او ال 11 لاعب اللي موجودين عندي يتناسبوا مع كل اجواء المباريات اللي موجوده سواء فريق من قاره افريقيا من اسيا من اوروبا؟ هل ده فعلا موجود في كره القدم؟ عشان كده في قائمه اسمها 23 لاعب وفي 7 لعيبه موجودين على مقاعد البدلاء وفي 3 تغييرات. تمام، ثبات التشكيل، التشكيل ده مهم جدا لاي فرقه. تمام، ما اختلفناش، لكن انا بتعامل مع مباراه. تمام، فرضا ان انا في ثبات التشكيل عندي سين من اللعيبه كان وحش جدا في التمرين اللي هو قبل الماتش بيوم، وفي فلان تاني دوت صاد كان احسن منه في نفس المركز، تمام، يبقى انا هبقى في اصرار على ان الاعب اللعيب اللي وحش في التدريب ده ابقى انا غلطان. ثبات التشكيل مهم، بس انا بتعامل مع المباراه. صح، بتعامل مع المباراه، انا ما بتعاملش مع هم دول. ده انت اديت فرصه كمان، انت ما اديتش فرصه بس لكل الاتهامات في تذاكر ولا في معسكر، انت اديت فرصه كمان للاتهامات في التشكيل، ان مش انت يا مستر كوبر اللي بتحكم في التشكيل. اديت فرصه ان في بعض اعضاء الجهاز الفني بيتحكموا باهواء وانتماءات. ليه كده؟ ليه كل ما حد، ليه كل ملاعب مثلا اديت فرصه للعيبه تطلع، لعيبه كبيره تطلع على مواقع التواصل حسبي الله ونعم الوكيل بعد اعلان القايمه؟ ده كل مره، كل مره، واللعيبه بتبقى متالقه جدا مع انديتها. ليه؟ انت ابسط حاجه يعني انت رايح بمهاجم واحد وعندك يعني انت، انا مش هقول لك يعني انت عندك حسين شحات مثلا. طيب ده في الدوري. مين اللعيبه اللي حضرتك شايف من وجهه نظرك لو كانت هتبقى موجوده مع المنتخب كانت هتعمل فارق وكمان اتظلمت في عدم اختيارها للقائمه النهائيه مع مصر في كاس العالم؟ انا شايف وليد سليمان طبعا. تمام، لاعب الاهلي ده لعيب مهم جدا يبقى موجود. حسين الشحات، وحسين الشحات طبعا، واحمد جمعه المصري. عمرو مرعي شايف ان هو كان ممكن ياخد فرصه ان هو، بس انا ليه وجهه نظر اصلي في يعني عمرو مرعي طبعا عامل شغل كويس جدا في الدوري التونسي، بس انا ليه وجهه نظر في نوعيه اللعيبه اللي زي عمرو مرعي. اللعيب اللي هو عنده رعونه في المهاجم بالذات ده ما يطمنش، بمعنى يعني بمعنى ان هو يقدر يبقى هو والجون ومن كتر استعجاله يضيع جوان كتير جدا، ما عندوش ثبات، ما عندوش حته ثبات قدام المرمى دي، ما عندوش يعني الحته اللي عملها صلاح النهارده دي لا عمرو ما يعملهاش. انا مع احترامي الكامل ليه والمستواه وراجل يعني على دماغنا، بس انا ليه وجهه نظر معينه في اللعيبه المستعجله، والاستعجال ده مشكله الدفاع اللي انت كنت لسه بتتكلم عنها دلوقتي. انت دلوقتي النهارده علي جبر اللعيب يعني ما قربش ليه. طب هل علي جبر 6 شهور عدم مشاركه مع فريقه في الدوري الانجليزي والدفع بيه في مباراه في كاس العالم، 3 مباريات في كاس العالم؟ لا طبعا، لا خطا طبعا، خطأ؟ طبعا طبعا. انت انا بقول لك علي جبر النهارده انت لعيب مش قريب منه خالص، فرق بينه وبينه يعني مسافه. يعني برضو انا المفروض ابقى عندي ذكاء، هو يعني البلنت ده فيه شبهه يعني فيه شك، بس انت رايح حاطط ايد يعني انت حاطط لمسته يعني ما كانش في داعي، هو خصوصا انه بعيد عنك، خصوصا انه بعيد عنك. انا اللي ببدا حتى ما بحطش لاعب في صدري، انا ببدا بمد ايدي، انا اللي ببدا مستعجل. انا ليه؟ احنا متعودين يعني حضرتك لما نبقى كمساك او كلاعب كره قدم داخل منطقه الجزاء ويكون لاعب قريب مني، يا اما احط ايديا ورا ظهري بحيث ان ما اديش فرصه للحكم ان هو يحسب عليا اي حاجه، صح، او ان انا ابقى يعني اقلل المسافه اللي موجوده ما بيني وما بينه علشان ما ادلوش وقت ان هو يلف ولا اديله وقت ان هو يستلم ولا الكلام ده كله. لكن للاسف هو برضه بيبقى فيها عدم تركيز للحظة او فيها سرحان. ما احنا رجعنا تاني لفكرة التركيز. ما انا هقول لحضرتك لو تبص او تتفرج على ماتشات منتخب مصر هلاقي ان خط دفاع منتخب مصر عنده حتة سرحان مستمرة، يعني انا مش فاهم ازاي ما بيتمش العلاج ليها بعد كل مباراة. لا والاغرب انت مشاكلك الدفاع صح؟ طبعا. وانت منتخب بتعتمد على طريقة دفاعية. يعني ازاي؟ انا يعني دي حاجة فعلا انا يعني فهمها لي يا مستر كوبر، انت منتخب دفاعي، كوبر منتخب دفاعي، انت عندك مشاكلك في الدفاع، مفيش تمركز، مفيش الكرات العرضيه، ما حدش يعني في خطا في الطلوع مع الكرات العرضيه من لعيبه كتير جدا مع انهم لعيبه طوال القامه، مفيش تركيز، في سرحان زي ما انت بتقول. الدفاع، الدفاع ان انا كده، الدفاع ان انا برص لعيبه كلها ال 11 9 لعيبه الا واحد ما تعدوش خط منتصف الملعب. طب مشكلة منتخب مصر أو مشكلة ثقافة اللاعب المصري إن هو من صغره مش بيتأسس صح، مش بيكون عنده النولج أو العلم اللي بيكون محتاجه. أنا يعني بزعم إن كرة القدم مش لعبة، لا هي علم، لازم اللاعب يكون عنده
حته علم عشان يبقى فاهم ثقافات معينه، يبقى عارف مواقف يتعامل معاها ازاي من صغره. زي ما حضرتك قلت محمد صلاح تربيه اوروبيه، سافر بازل وهو صغير، بدا ان هو ياخد على الاجواء وبدا ان هو يتعامل بشكل كبير جدا مع الجمهور وبدا ان هو يؤدي بشكل رائع، وده يثبت ان مصر فيها كتير زي محمد صلاح. لكن الثقافه الكرويه المنعدمه في منتخبات الناشئين من اول القياده الفنيه، يعني انا بستغرب ان دايما بلاقي ان منتخبات الناشئين ممكن يحصل فيها مجاملات، مع ان منتخبات الناشئين او بنقول بالبلدي هنجيب المدرب ده يبقى موجود مع الفريق ده، مصغيرين في السن يعني مش مشكله وما تمشي. هل ده يعني انا يعني هل ده بيأثر على الكره المصريه والمفروض ان احنا الناشئين او فرع الناشئين يبقى عندها مدير فني على اعلى مستوى باجر محترم علشان ياسس لي لاعب دولي يعرف يعني ايه قيمه تيشرت منتخب مصر؟ المفروض مدرب الناشئين في اي نادي او في المنتخب او اللي بيخطط للناشئين في اي منظومه رياضيه يبقى اكتر خبره من اي حد حتى بتاع الفريق الاول. وانا هقول لك اديني اسم لاعب واحد في نادي او في منتخب في نادي طلع احترف بره واعتمد على اللي انت بتقوله ده، على ثقافه ناديه، على تخطيط. طيب استاذ عماد معلش نروح لكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي كانوا موجودين في مونديال 90، كابتن اسامه عرابي. برحب بيك يا كابتن اسامه على قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا عمر، واهلا وسهلا بالاستاذ عماد وبالساده المشاهدين. اهلا بيك كابتن اسامه. اكيد حضرتك شفت يعني اداء منتخب مصر امام منتخب السعوديه وخساره منتخب مصر 2-1. مبدئيا رؤيه حضرتك الفنيه للمباراه. اولا هي صدمه بالنسبه لي، صدمه في مستوى الاداء. يعني سيبك من النتيجه عمر، احنا لعيبه كوره ومدربين وعارفين انه احيانا ممكن الكوره ما تدكش زي مباراه المغرب مثلا وايران، او زي في بعض المباريات بتحصل المغرب والبرتغال، لكن النهارده الاداء كان صادم بكل المقاييس. اولا احنا فعليا احنا خبرتنا اكبر من المنتخب السعودي، احنا عندنا حوالي 15-16 لاعب محترف في دوريات اوروبيه، وفي فيهم اربعه او خمسه في الدوري الانجليزي. تاريخا احنا اكبر. امكانيات الفنيه للمنتخب السعودي طبعا مع احترامي اولا بارك للمنتخب السعودي على ادائه الرائع النهارده ويستحق الفوز، لكن انا بتكلم على المنتخب المصري يعني. فأنا كنت متوقع الأداء يبقى أحسن من كده بكتير، خاصة إن الأداء في مباراتي أوروغواي وروسيا ما كانش على ما يرام، فتوقعت النهارده مستوى تاني خالص، لكن النهارده المنتخب السعودي متفوق في كل عناصر اللعبة. الناحية البدنية هو الأفضل، الناحية الخططية هو أفضل، السيطرة على في وسط الملعب وبناء الهجمة هو أخطر، كم الفرص على المحاولات على المرمى هو اكثر، السرعه والخفه في الحركه وتقارب الخطوط واللعيبه بتلاقي بعض هو افضل. يعني كان متفوق علينا لدرجه ان انا مش مصدق اللعيبه بتاعتنا. انا قلت يعني لو متخدرين مش هيبقى بالحاله دي. الناس المفروض انت بتلعب في الثلث الاخير بتاعك، بتعمل دفاع عشان تلعب على هجمه مرتده، الكره بتتنقل في وسط الملعب وعلى الخط ال 18 وداخل ال 18 بكل بساطه، واللعيبه قاعده تحلق طول الوقت حتى لدرجه الدقيقه 94 الكره اللي جت فيها الجون. فطبعا المنتخب السعودي يستحق المباراه عن جداره. المنتخب المصري جاله بعض الفرص في بعد ما جبنا الجون بتاع محمد صلاح في الشوط الاولاني، كره لمحمد صلاح وكره لتريزيجيه، كانوا ممكن لو احسننا استغلالهم ان شكل اللقاء يتغير، ولكن اداء سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني المنتخب السعودي كان متفوق في كل عناصر اللعب. يعني الحاله الفنيه بتاعت معظم لاعبتنا كانت بره المود خالص باستثناء عصام الحضري وبعض المحاولات لمحمد صلاح. يعني يا كابتن اسامه حضرتك كنت واحد من اللاعبين اللي موجودين في كاس العالم 90 ومجموعه ناريه هولندا انجلترا ايرلندا، ما هو الفارق ما بين جيل 90 وادائه المميز وعدد محترفين اقل وجيل 2018 مع لعيبه محترفه مع امكانيات اكبر وتحقيق نتائج سلبيه في مجموعه سهله؟ ما هو ده اللي مستغرب ان الجيل الحالي فرصه
احتراف كانت اكبر بكتير، ظروفهم افضل بكتير. احنا في الفتره بتاعت 90 ما كانش غير المجد عبد الغني محترف في بيرامار، وده مجدي طلبه كان في باوك اليوناني، وده برده مش من الانديه يعني من الانديه كبيره، لكن في برده الرابع الخامس، لكن مش بناتياكوس او الاولمبياكوس يعني. ادي الباقي كله كان هواه. ولد معانا مدير فني، رجل اداري قبل ما يكون فني. يعني انا سمعت بعض الحاجات اتمنى ان هي ما تكونش صح. اولا كان قصص كتيره جدا قبل ما نسافر كاس العالم. احتفالات مبالغ فيها. ظهور مبالغ فيه. اذا ده كان حقيقي انه بعض الجماهير وبعض ال نحترم الفنانين، نحترم رجال الاعمال، نحترم الجمهور العادي الطلبه، حد بيسافر ده على عيننا وراسنا من فوق، يعني دي الجماهير دي على عيننا وراسنا. لكن ما ينفعش معسكر لفرقه يكون في بعض الجماهير قاعده وعاد لنفس الاوتيل، وطبيعي انه بطولات بتتلعب كل ثلاث اربع ماتشات، بتتلعب ماتشات مهمه كل ثلاث اربع ايام، لابد ان اللعيبه تكون في مكان لوحده. حتى المؤتمرات الصحفيه عمر وانت فاهم هذا الكلام، لاي فرقه حتى الصحفيين اللي هم متخصصين في اللعبه بيبقى ليهم وقت محدد، ان او مؤتمر صحفي مع الجهاز الفني او جزء من التدريب عشان يشوفوا، لكن بعد كده في تركيز ثاني يعني. فدي برضو حاجات اداريه انا مستغربها شويه. الحاجه الثانيه، الكابتن جوهري طبعا كان بيقدر يفصل كويس جدا اللعيبه عن كل الاجواء ديت. احنا لما رحنا ايطاليا 90 ووالدك كان واحد منهم يعني النجوم الكبار، كابتن جوهري تقريبا احنا ما شفناش اي شيء في ايطاليا، يعني احنا كنا في قاعدين في موتيل كده، مش اوتيل كبير حتى، في باليرمو وكالياري، كنا بالتدريب مشاهدة الفيديو الماتشات اللي هنلعبها، محاضرات بتاع، ما شفناش حاجه في ايطاليا تقريبا يعني. حتى احنا بعد ما رجعنا مصر كنا بنقول لبعض احنا ما رحناش ايطاليا يعني، ما شفناش حاجه. فطبعا العزل ده والانفصال والتركيز ده مهم جدا، دي واحده. غير بقى الناحيه الفنيه، طبعا احنا بنلعب بشكل واحد طوال الماتشات، تصفيات كاس العالم، الامم الافريقيه، تصفيات الامم الافريقيه، انت بتلعب بدفاع ثم هجمه مرتده على محمد صلاح، ولو محمد صلاح مش موجود خطورتك بتقل بدرجه مش طبيعيه. مفيش اي انياب هجوميه اخرى غير ان الكره تتلعب زي الجون بتاع النهارده، الكره اتلعبت في العمق لمحمد صلاح طويله، اذا محمد صلاح ما جابهاش مفيش حلول اخرى. فالريتم او الشكل اللي بنلعب بيه واضح طول الوقت. ثانيا الماتشات الوديه اللي اتلعبت بعض التعديلات صحيحه وجهه نظر، ونحترم وجهه نظر المدير الفني ونشكره على وصوله لكاس العالم، بس كان في وجهات نظر ممكن ما كانش في تغيير خالص في شكل اللعيبه. في بعض اللعيبه كان مستوى ادائهم قليل واضح في الماتشات الوديه، في بعض اللعيبه ظهرت بمظهر كويس، في مراكز ما اتخلقلهاش في الثلاث سنين بديل، الفيرويد، الباك ليفت، الوسط، المدافع، كل الاعتماد على طول على طارق حامد والنني، رغم ان في عناصر كانت ممكن في خلال الثلاث سنين دي تبقى موجوده. دي حاجات كتيره، مع انه يعني مع احترامي الكامل يعني ما حدش يزعل، انه في بعض المواهب كانت اكثر شويه في جيل 90 عن الجيل الحالي. يمكن جيل 90 كان عندهم خبرات اكثر، الجيل الحالي في لعيبه كتير كويسه ولكن يمكن خبراتهم قليله شويه، يعني بعضهم خبراته قليله شويه بالذات في الثلث الاخير باستثناء محمد صلاح، يعني الباقي كله لعيبه كويسين بس الخبرات قليله شويه. كابتن اسامه عرابي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وتوضيح بعض النقاط الفنيه والرؤيه الفنيه ايضا لمباراه مصر والسعوديه في ختام مباريات مصر في بطوله كاس العالم 2018 اللي انتهت بخساره مصر 2-1. اخيرا استاذ عماد، محمد صلاح حكايه بطل؟
ده يمكن حضرتك كتبت او عملت كتاب بالعنوان ده، فانا حابب اسمع من حضرتك محمد صلاح وحكايه بطل ازاي بقى، يعني في عجاله كده تقول لي ازاي بدات الموضوع والكتاب بيتكلم على ايه. احنا بعد ماتش الكونغو اللي صعدنا بيه لكاس العالم انا كنت بدات اجمع معلومات عن محمد صلاح، حبيت اشوف البني ادم دوت عامل ايه وازاي هو زي ما انت بتقول ايقونه للتفاؤل والفرحه. بدات اجمع عنه معلومات كتير جدا في المطلق، ما كنتش عارف انا هعمل بالمعلومات دي ايه. من 3 شهور كلمتني دار احدى دور النشر وعايزه تعمل، كنت انا عامل قبلها عدد في مجله الاهرام العربي عن محمد صلاح بس، كنا احتفاليه يعني سنويه بالمجله فاخترنا محمد صلاح شخصيه العدد. فكلمتني دار النشر ديت وقالت لي احنا عايزين نعمل كتاب عن محمد صلاح يبقى متزامن مع المونديال. فبدانا نشتغل على الكتاب وقعدنا اكتر من قعده يعني جلسه عمل واتفقنا ايه الابواب اللي فيه. الكتاب هو طلع فعلا دلوقتي في السوق، بيتناول قصه حياه محمد صلاح من بداياته لحد لحقنا ماتش ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا اللي اتصاب فيه محمد صلاح. الكتاب معمول بشكل قصصي مبسط ليناسب المراهقين. سكسسفل ستوري، يعني عليك قصه نجاح فعلا. يعني في الوقت ده محتاجين قصص نجاح علشان عندنا مواهب كتيره جدا للاسف بتستسلم بسرعه، ما عندهاش يعني ايه، يعني عايز اقول لحضرتك عارف لما تكون عندك حلم وتؤمن بيه يعني لازم تقاتل عليه للنهايه. هو كان الكتاب الغرض منه ان هو يبقى نموذج، ناخد محمد صلاح كنموذج وقدوه للشباب اللي هي عشان اي حد عنده اي مشاكل في الحياه، حد كبير حد صغير، لا محمد صلاح اكتر حد طلع من مشاكل والراجل نجح وبقى عالمي وبقى اشهر واحد فينا. اعتمدنا على برضه الكتاب فيه خاصيه جديده ان فيه حاجه اسمها كيو ار كود، ده تقدر تشوف الكتاب وانت بتقراه فقرات معينه في الكتاب طبعا. عشان الملل القرايه والحاجات دي كلها. محمد صلاح انت زي ما انت بتقول هو راجل مصدر للتفاؤل وكان الاولى يعني ان هو يبقى بطل في الكتاب بتاعنا الجديد. يعني اكيد طبعا تجربه اكيد طبعا مهمه جدا، ويعني اكيد كتاب ممتع، يعني ان شاء الله يكون ليا نصيب ان انا اقراه ان شاء الله. ليك عندي نصف. استاذ عماد انمر يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، اتكلمنا على مباراه مصر والسعوديه، للاسف كان نفسنا نتكلم على الجانب الايجابي دي فوز منتخب مصر، لكن منتخب مصر بيخسر وهيعود بكره منتخب مصر ان شاء الله الى القاهره. نتمنى ان اتحاد الكره يحسن اختيار المدير الفني القادم وان هو يليق بامكانيات وطموحات الشعب المصري اللي بيكون اللي بيحب يفرح، اللي شايف ان كره القدم هو مصدر الفرحه والسعاده لكل الشعب بكل الطوائف وبكل الفئات. يعني ان شاء الله يبقى لينا لقاءات مع حضرتك مره ثانيه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن وسعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده. يعني دي كانت حلقتنا من المونديال على قناه الاهلي، حلقه خاصه بنسبه مباراه مصر والسعوديه واللي انتهت بفوز السعوديه 2-1. كان معايا الفقره الاولى كابتن شريف عبد المنعم، اتكلمنا بشكل اكبر على رؤيته الفنية ورأيه في أداء منتخب مصر اللي للأسف لم يوفق في يعني أول فوز يحققه المنتخب في كأس العالم، وتستمر الإخفاقات لمصر في كأس العالم. جيل 90 حقق نتائج يمكن أفضل من الجيل الحالي، هولندا 1-1، أيرلندا 0-0، وخسارة غير مستحقة أمام المنتخب الإنجليزي. بكرة إن شاء الله مكملين مع حضراتكم من الساعة 10 للساعة 12، هنكمل حلقاتنا عادي جدا، هيبقى معانا أخبار المونديال والمباريات، وأكيد طبعا هيكون معايا زي كل حلقة ضيفي اللي بنتكلم معاه على كأس العالم ورؤيته الفنية وتحليل لمباريات بكرة اللي هتكون واحدة منهم مباراة نارية هي الأرجنتين ونيجيريا. كل التوفيق للمنتخبات العربية وكمان المنتخب المغرب، ببارك له على المستوى الطيب اللي أظهره في مباراة اليوم وفي بطولة بشكل عام. واخيرا بعزي تاني الكابتن عبد الرحيم محمد نجم مصر ونادي الزمالك، ربنا يرحمه يا رب ويجعله في الفردوس الاعلى من الجنه. بكره ان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه جديده من المونديال، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.